صباح الخير، صباح الورد والياسمين على عيون كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الرشيدة الفضائية. يتجدد لقاءنا وياكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم يوم جديد، واللي من خلالها حنطل عليكم على مدار 3 ساعات من الوقت برفقة فقراتنا. مشاهدينا، قبل نتعرف على مواضيع فقراتنا اللي حترافقنا لصباح هذا اليوم، نذكر بموقع التواصل الاجتماعي اللي راح تظهر أسفل الشاشة لكل اللي حابين يتواصلون ويانا ويتعرفون على آخر أخبار البرنامج من خلال الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، وأيضا الإيميل الخاص ببرنامج يوم جديد. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا بالعناوين. شمامة ورياضة صباحية وفتنس. ونلتقي مع الدكتور محمد طعان واللجوء إلى الجراحة لمعالجة الأمراض. الزوجة الثانية، هل هي الزوجة المدللة؟ هذا السؤال يجيب عنه الدكتور محمد جميل. استخدام الفيلر في إزالة التجاعيد مع فرح وفقرة توتش. وتلتقي كاميرا يوم جديد في لبنان مع الموسيقار الياس الرحباني. وفي زودياك نتعرف على توقعات الأبراج. إضافة مشاهدينا إلى فقرات وتقارير أخرى عديدة ومنوعة. نبدأ حلقتنا بأول فقراتنا، وحنكون مع علي اللي حيعرفنا على درجات الحرارة لصباح هذا اليوم لمحافظات العراق وعواصم الدول العربية والعالمية. لك الجو علي، ويسر صباحك. صباح الخير شهد، وصباحكم خير وعافية مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. النشر الجوي لهذا اليوم وتوقعات درجات الحرارة المسجلة في المحافظات العراقية والعواصم العربية والعالمية. كالعادة نبدأ من المحافظات العراقية ودرجات الحرارة المسجلة في العراق، وبالتحديد نبديها من المحافظات الشمالية. لاحظوا توك اليوم منخفضة فيها درجة الحرارة قياسا بالأيام السابقة، وسجلت ب 11 درجة مع جو غائم جزئي. أما في أربيل تكون 12، ومن المتوقع أيضا تساقط أمطار هناك. أما في السليمانية اللي تشهد أيضا انخفاض درجات الحرارة 9، ونينوى 14، كركوك 11، وتكريت 12 مع جو غائم في أغلب المحافظات الشمالية. أما في غرب العراق لاحظ الأنبار 11 والرطبة 9 درجات مع جو غائم جزئي، وأيضا من المتوقع تساقط أمطار. في العاصمة بغداد اللي تشهد تساقط أمطار منذ يوم أمس تكون 12 درجة هي وديالة، وكربلاء سجلت فيها 13 درجة. أما في بابل وواسط تكون نفس درجة حرارة 13 مع جو غائم وتساقط أمطار. النجف 13 هي والديوانية وذي قار والعمارة، والسماوة تكون أيضا 13 هي والبصرة مع جو غائم جزئي في أغلب المحافظات العراقية، وأيضا حالة عدم استقرار جوي يشهدها البلاد. أما في العواصم العربية وبداية من الخليج العربي، مكة المكرمة تكون 26 مع جو معتدل، والمدينة المنورة تكون 21، مسقط 23، دبي مع تساقط الأمطار تكون 22 درجة، والدوحة 19 هي والمنامة مع أيضا جو غائم ومن المتوقع تساقط أمطار. الكويت اللي تشهد انخفاض درجات الحرارة سجلت ب 16 درجة. إلى عمان اللي تكون بها درجة حرارة منخفضة وجو معتدل 12 درجة، دمشق 14، وبيروت اللي أيضا شهدت انخفاض بدرجات الحرارة قياسا بالأيام السابقة وسجلت ب 17 درجة. القاهرة 19 مع جو معتدل. أما في دول
المغرب العربي لاحظ طرابلس ب 23 وهي مرتفعة قياسا بالأيام السابقة مع جو مشمس، وتونس والجزائر تشهد نفس درجة حرارة مع أيضا جو غائم جزئي. الرباط اللي شهدت ارتفاع درجة واحدة قياسا بيوم أمس وتكون بها درجة حرارة 20. وأخيرا في العواصم العربية نواكشوط اللي تكون فيها الجو معتدل و27 درجة حرارة هناك مع جو مشمس. أما في العواصم العالمية وبداية من لندن تكون بها 7 درجات وهي مرتفعة قياسا بالأيام السابقة، مدريد 14، روما 14 مع جو غائم جزئي. أما في باريس اللي أيضا تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة قياسا بالأيام السابقة مع جو غائم جزئي تكون 10 درجات. أثينا 16 وأنقرة اللي انخفضت درجة واحدة قياسا بيوم أمس وتكون 6 درجات. موسكو مع تساقط للثلوج تكون بها درجة حرارة درجتين. طهران 4 مع أيضا تساقط أمطار. كابول 4 مع جو مشمس. وإسلام أباد اللي تكون بها درجة حرارة معتدلة على 17 درجة وجو مشمس. نيودلهي 19 درجة وهي مستقرة على هذه الدرجة لأيام. أما في بكين اللي شهدت انخفاض كبير بدرجات الحرارة لاحظها بأربع درجات مع جو غائم جزئي هناك. طوكيو 7 وأخيرا سيول اللي تكون بها درجة حرارة 3 درجات مع جو غائم جزئي. أيضا مشاهدينا نعود إلى بغداد نتعرف على حالة الطقس فيها، وبداية من موعد غروب الشمس لهذا اليوم سيكون في تمام الساعة 5:13 وشروقها اليوم غد بإذن الله في تمام الساعة 7:07. أما سرعة الرياح المتوقعة لهذا اليوم والمسجلة ضمن هيئة الأنواع الجوية تكون 20 كيلومتر في الساعة وهي نشطة، أما اتجاهها يكون 2.6 يكون اتجاه شمالي، ومستوى الرياح يكون 10 كيلومتر وهو المستوى الاحتيادي في الظروف الطبيعية. أيضا نسبة الرطوبة المتوقعة ستكون 28% ونقطة الندى تكون 7 درجات. الضغط الجوي يكون 1018 وحالة القمر يكون 75% يكون في مرحلة تقدم الهلال. أخيرا درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة لليوم غدا وبعد غد. اليوم تكون العظمى المتوقعة 12 والصغرى 4، غدا 15 العظمى والصغرى 6، وبعد غد تكون 16 والصغرى 6 درجات. تابعنا معكم من نشر الجوي لهذا اليوم وتوقعات درجات الحرارة. تكملة الفقرات حتكون مع شهد، لك الجوي يا شهد وإلى اللقاء. شكرا لك علي. مشاهدينا الكرام بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة لصباح هذا اليوم راح ننتقل بفقراتنا حتى نتعرف على حركة السير بشوارع بغداد بفقرة بغداد الآن. مشاهدينا ينضم لنا عبر الهاتف من اعلام المرور العامه للعاصمه بغداد العميد عمار. صباح الخير عليك. صباح الخيرات شهد، صباح الخير على جميع المشاهدين الكرام. انا وسهلا. شكرا لك. سيد العميد يا ريت تعرفنا وتعرف المشاهدين على حركه السير بشوارع بغداد لصباح هذا اليوم اذا تسمح. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد يعني اليوم سبت وهذه معروفه يوم السبت يكون هدوء في حركه السير والمرور. بالرغم من وجود امطار يوم امس لكن الامطار الحمد لله تاثيرها محدود على جميع المناطق. نعم. يعني مناطق بسيطه وتجمع بسيط لبعض المناطق للمياه، لكن امارات بغداد جاده ما عندنا اي عرقله بحركه السير بسبب مياه الامطار والحمد لله. نعم. جانب الكرخ يعني قطع، هذا القطع موقف طبعا قد يستمر 4 أو 5 ساعات.
من تقاطع دمشق القريب من المحطة العالمية باتجاه الشالشية وبالعكس. هذه حركة السير يعني صار كم يوم هذا القطع يكون موجود وبصورة مؤقتة. حركة السير من القطع تتحول على جسر ابن حيان، على براتة، على العطيفية، ولذلك أيام الدوام الاعتيادي يكون هناك زخم شديد، لكن اليوم بما أنه عطلة حركة يعني الكثافة أعتقد محدودة بعض الشيء ومسيطرين عليها جهد الإمكان. باقي مناطق الكرخ ما عندنا أي مشكلة بها، حركة جدا اعتيادية، لكن جانب الرصافة ومنطقة الشارجة والزخم اللي موجود كل سبت هذا أكيد يأثر على حركة السير من الخلفاء ولغاية تحت التحرير مع وجود الباعة المتجولين. حركة تسوق كبيرة بالرغم يعني إذا ماكو أمطار أكيد منها نص ساعة ساعة راح يكون هناك زخم شديد يأثر حتى على جسر السمك وعلى حركة السير من الكرخ باتجاه الرصافة بسبب لكن الزخم الشديد للمواطنين والمركبات ضمن هذه المنطقة. نعم. باقي منطقة بغداد إن شاء الله الموقف جيد وإن شاء الله يبقى الموقف جيد. وبالنهاية شاهد أتمنى السلامة لجميع المشاهدين الكرام، وإذا عندك أي سؤال أنا حاضر. شكرا جدا لحضرتك سيادة العميد، وأتمنى السلامة لحضرتك وأتمنى السلامة لجميع المواطنين. مشاهدينا الكرام كان معنا عبر الهاتف من علامة المرور العملية العاصمة بغداد العميد عمار، شكرا جزيلا. مشاهدينا من بغداد الآن ننتقل لحركة الطائرات في مطار بغداد الدولي. مشاهدينا ينضم لنا عبر الهاتف من علامة الخطوط الجوية العراقية أستاذ صلاح تاي، صباح الخير عليك. صباح الخير أستاذ، صباح الخير إليك وللرشيد ولمشاهدي الرشيد. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح، يا ريت تعرفنا على حركة المسافرين في مطار بغداد لصباح هذا اليوم وكالعادة حركة طائرات المغادرة والقادمة وساعة الإقلاع إذا تسمح. بكل سرور، استشهد ابتدأنا رحلاتنا منذ الصباح الباكر في الساعة 6:30 صباحا، غادرتنا رحلة من بغداد توجه إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها مباشرة إلى طهران. نعم. في 7:30 أيضا غادرتنا رحلة من بغداد توجه إلى البصرة ومنها إلى دبي،
وعند التاسعة والنصف بعد قليل بإذن الله ستغادرنا رحلة من بغداد باتجاه إسطنبول. نعم. الحادي عشر صباحا لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى بيروت، والواحدة والربع من بعد الظهر لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى كوبنهاجن. نعم. في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه عمان، وعند الرابعة عصرا رحلة مغادرة من بغداد إلى جورجيا إلى تبليسي. في الرابعة والنصف رحلة بغداد القاهرة، والخامسة والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى شمالنا الحبيب إلى أربيل ومنها إلى السليمانية. في الساعة السابعة والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه الهند إلى مومباي، وعند الثامنة رحلة بغداد كوالالمبور إلى ماليزيا. في التاسعة والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى أنقرة، وعند العشرة والربع موعد الرحلة الأخيرة ويتغادرنا من بغداد إلى البحرين. استشهاد بالنسبة للرحلات القادمة إلى مطار بغداد الدولي هذا اليوم، في السابعة صباحا هبطت بسلام رحلة قادمة من دبي إلى بغداد، وعند الساعة الحادية عشر صباحا بإذن الله ننتظر رحلة قادمة من إسطنبول إلى بغداد. الثانية من بعد الظهر لدينا رحلة قادمة من بيروت إلى بغداد، والسادسة والنصف مساء لدينا رحلة قادمة من عمان إلى بغداد. في السابعة والنصف لدينا رحلة قادمة من السليمانية إلى أربيل ومنها إلى بغداد، وعند التاسعة لدينا رحلة قادمة من طهران إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها إلى بغداد. في العاشرة لدينا رحلة قادمة من القاهرة إلى بغداد، وعند الحادي عشر والنصف مساء لدينا رحلة قادمة من البحرين إلى بغداد. في الثالثة والنصف فجرا بإذن الله لدينا رحلة قادمة من الهند من مومباي إلى بغداد، والرابعة والنصف لدينا رحلة قادمة من ماليزيا من كوالالمبور إلى بغداد. في السادسة من صباح يوم غد بإذن الله لدينا رحلتين، الأولى قادمة من ستوكهولم والأخرى قادمة من جورجيا من تبليسي إلى بغداد. أكيد في الشهد نحن وياكم نتمنى لكم المسافرين المغادرين والقادمين على متن طارات رحلة العراقية السعادة وسلامة الوصول. وأكيد بدورنا أستاذ صلاح اسمع السلامة لحضرتك، وأتمنى سلامة الوصول لجميع المسافرين. مشاهدينا كان معنا عبر الهاتف من علامة الخطوط الجوية العراقية أستاذ صلاح تاه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مستمرين معكم بتكملة فقراتنا اليومية لصباح هذا اليوم، بالوقت القادم راح نكون مع فقرة فتنس والرياضة الصباحية مع شمر المتابع. صباح الخير، مهم كتير نبدأ نهارنا بتمارين رياضية لحتى نبدأ بنشاط وحيوية ويكون عنا طاقة لكل اليوم. اليوم رح نعمل تمارين اسمها بيلاتس، وهي تمارين بتشد الجسم وبتساعدنا أنه نحرق كالوري أكتر. كل اللي رح نعوزه اليوم المعتلة، ومنخلينا نبلش مع بعض. رح ناخد نفس كتير عميق مع بعض، كمان مرة، كمان مرة، منبلش منوسع اجرينا قد ما فينا، منزل على طرف، منشد ايدنا اليسار طلوع، نطلع لفوق، نعمل ستريتشينج لعضلات الخصر، عم نشد، عم نركز على العضلة اللي عم نشتغل عليها. اوكي، رح نبدل على تاني طرف مع بعض، منشد ايدنا طلوع، نطلع عليها لفوق، نبرم خاصرنا قد ما فينا، اوكي، رح ننزل ايدينا على الارض، اوكي، مع بعض طلوع كمان لفوق، رح نطلع عليها
بدل مع بعض ايد اليمين اوكي لين على الارض رح ننزل كاننا عم نقعد عود ونرجع منجلس مع بعض 3 4 5 اوكي رح نوسع اجرينا بعض رح ننزل نطلع لفوق مع بعض 3 4 5 رح ننزل قد ما فينا نوسع اوكي رح نحس بالعضلات اللي عم بتشد مع بعض رح نطلع روس صبيعنا ننزل لتحت بننزل كعبنا نرجع طلوع لفوق مع بعض بوينت ننزل لتحت بننزل كعبنا على الارض وطلوع عروس صبيعنا تحت كعبنا على الارض بعد مرتين اوكي واخر مره داون كعبنا على الارض لفوق هلا بالعكس رح ننزل نتني ركبنا على روس صبيعنا فوق ننزل كعبنا نرجع رح نتني ركبنا عروس صبيعنا فوق بننزل كعبنا على الارض وبننزل كمان بعد مرتين اخر مره اوكي رح ننزل على المتلع على الارض رح نقعد على يكون كتف عكسنا تحت كتفنا جسمنا جالس كأن في شي ورا ظهرنا سند لنا ظهرنا حتى ما نتحرك مع بعض منعلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 اوكي رح نتني ركبتنا نجيبها لعنا على جسمنا قريب على جسمنا ورجع نشدها مع بعض 2 3 4 5 ننتبه انه يكون ظهرنا جالس 6 7 8 9 and 10 اوكي هلا رح نشد ركبتنا لفوق طلوع ونمرق اجرنا كاني عم نمشيها على فخذنا منعليها طلوع نتنيها نرجع ننزل 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ريفرس رح نعملها بالعكس منشدها منعلي مننزل ظهرنا ثابت 3 4 5 6 7 8 9 and 10 اوكي رح نقرب قدمنا قدام ونعلي اللي كان تحت فخذنا تحت طلوع 2 3 4 5
6 7 8 9 10 اوكي صبايا فينا نغير على تاني طرف نبلش مع بعض نرجع نتأكد من الوضعية جسمنا جالس شادين بطننا عكسنا تماما تحت كتافنا ونبلش مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي هلا رح نرجع نجيب ركبتنا ونفردها 2 3 4 5 6 7 قد ما فينا رح نقرب ركبتنا لعند صدرنا نرجع نفردها اوكي اقل من مهلك نتنيها قد ما فينا ونرجع نشدها اوكي 10 نبلش مع بعض نعليها طلوع ننزلها لتحت ونرجع من مرقة طلوع 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 reverse بالعكس منعليها نتنيها اوكي 2 3 4 5 6 7 8 9 اخر مرة 10 رح نشدها قد ما فينا من اربع جسمنا اوكي 2 3 4 عم نشتغل على عضلة الفخذ من جوا 5 6 7 8 9 10 برافو رح نشتغل على عضلات بطننا رح نكون ظهرنا جالس قد ما فينا عمودنا الفقري كله على الأرض إيدينا على الأرض لحتى نثبت جسمنا ما يتحرك رح نعلي ورح نتنيهم ونفردهم 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 رح نرجع بالعكس منوطيهم منتنيهم ومنفردهم لفوق 2 3 4 رح نحس بعضلات بطننا مشدودة ما رح نوقف 5 6 7 8 9 اخر واحدة مع بعض اوكي رح نثبت رجلينا على الارض كتفنا على الارض ونعلي منطقة الحوض ونشد منرخي مننزل على الارض نرجع منعلي ومنشد اهم شيء نكون عم نتنفس مزبوط
5 6 7 8 9 10 ونخلي منثبت كتافنا على الأرض، منعلي قد ما فينا لفوق، رح يكون جسمنا مشدود كتير، بطننا مشدود، فخادنا مشدودة، وإيدينا ثابتة على الأرض. منريح ستريتشنج لفخادنا، رح نشد قد ما فينا. نبدل اوكي، اثنين سوا نشدهم قد ما فينا. اوكي صبايا، رح نفتح، رح نوسع بين رجلينا قد ما فينا. اوكي رح ننزل نعمل ستريتشنج على الطرف، نشد، رح تنشد عضلة الخصر والظهر. اوكي رح ننزل قد ما فينا، تاني طرف. مع بعض اخر شيء بنوسع قد ما فينا، بنمد ايدينا لقد ما قد ما بنقدر قد ما بنقدر. اوكي رح ناخذ نفس ونحن عم نحرك رقبتنا يمين ويسار. اوكي رح نبرم رقبتنا مرة يمين ومرة يسار، مرة يمين ومرة يسار. رح ناخد نفس اخر شي، رح ناخد نفس لينا لفوق قد ما فينا، عم نشد طلوع، عم نشد عمودنا الفقري. فقرتي لليوم خلصت معكم، بشوفكم بكرة. مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم بتكملة فقراتنا لصباح هذا اليوم، وينضم لي داخل الاستوديو سلمى. صباح الخير عليك سلمى. صباح الخير شهد، وأجمل تحية صباحية لكل من يتابعنا بهذا الصباح، ونتمنى لكم أجمل الأوقات ويانا في فقرتنا الآن. هي فقرة ممكن يومية راح تتابعوها، أنه نتناقش موضوع معين يهم الناس، يهم كثير من الناس اللي قد يكون عندهم بعض الملاحظات. أيضا ممكن أنه تشاركونا بموضوعنا لهذا اليوم اللي راح يكون هو عن مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن أنه تتصلون على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة أو على صفحة البرنامج على الفيسبوك. اليوم راح نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأمور قد تكون بيها طريفة، بعضها مزعج، بعضها مفيد. يعني هذه المواقع إيش قد أثرت وإيش قد قربت ناس. نعم. احيانا يكون من زمن واحد مشايف الثاني. نعم. ماكو طريقه يوصل بها للثاني، ما يعرف رقم تليفونه، غير مكان سكنه مثلا. بوقتنا هذا لها ايجابيات ولها سلبيات. راح نتكلم اليوم عن الايجابيات والسلبيات، لكن اذكر المواقع اللي اهمها طبعا على الاطلاق هو الفيسبوك، تويتر، يوتيوب. هذه المواقع اليوم اللي هي الاشهر، اكو غيرها من المواقع اللي يتواصلون من خلالها الناس، لكن هذه المواقع هي الاشهر واللي اكثر متابعة من خلالها.
وقد تكون برامج التليفون نعم. ايضا هي للتواصل الاجتماعي، لكن هاي بيها انه ارقام تليفون من خلالها ممكن انه صارت التواصل من مثل واتساب والفايبر غيرها نعم. هذه هي من خلال الارقام، لكن المواقع الثانيه من خلال تواجد في هذا الموقع. الفيسبوك يعني بالآونة الأخيرة اللي هو الأشهر صار محور حياة الناس، يعني نعم. أكو ناس أساساً ما يعرفون يستخدمون الكمبيوتر أو حتى التليفون الذكي نعم. اللي يستخدموها اليوم السمارت فونز الكثيرة، صاروا يستخدموها على مود الفيسبوك. صحيح. إنه شافوا الناس إنه كلها تستخدم الفيسبوك أو الجديد أو مو جديد، وإنما الأقل حظاً بالاستخدام هو الإنستغرام اللي اليوم أيضاً دشنا محمد الحبوب المخرج اليوم هو أو دشنا استخدامه الإنستغرام، نقول نبارك لك انضمامك لعائلة الإنستغرام. هذه المواقع الكثيرة واللي الناس يشتركون بها، لكن يبقى الفيسبوك هو المفضل. الغريب إنه صاروا الناس يعني يتواجدون على الفيسبوك 24 ساعة تقريباً. صار إدمان، يعني تقريباً صار إدمان، وصاروا يستخدموه بشكل كأنما هو مثل أي احتياج من احتياجات اليومية. نعم. يعني يأكل يشرب يستخدم الفيسبوك بكل وقت، تشوف بالسيارة بكل وقت، قاعد مع أصدقاء بالبيت مثلاً. قبل ينام، يعني هذه حالة أول غريبة أول ما يقعد، يعني صارت حالة غريبة صار إدمان عليه. الموضوع الغريب أيضا أنه البعض قد يكون يعني يحكي مع صديق إلى مقرب، يعني موجودين بنفس المكان ثلاث أربع أصدقاء أو صديقات أو أخوان نعم. ويضيفون مثلا صورة أو يتحدثون عن موضوع معين. هذا يعني الأغرب صار بالموضوع. الموضوع الثاني اللي كنا نتكلم عنه وياك قبل الفاصل عن أنه كيف ممكن أنه في مكان واحد يكونون، وإذا أنا موجود بفلان مكان أنا أشعر بالبرد، سعادة، أنا ضايج، أنا قاعد بفلان كافتيريا. وللملاحظة يعني أنت مرة من المرات نزلتها مرة أو مرتين التشيك إن هذا الأي مع الأصدقاء مثلا. هذا طبعا أحياناً يكون البعض من الأصدقاء يخلون أنه هذا الخدمة إن وجدت أساساً لأن يكون أنا فلان مكان. هذا الفلان مكان ممكن أنه يوصل للصديق آخر من خلال الخدمة. هذه خدمة مهمة جداً، أنه أحياناً أنه في محافظات مندل إحنا وين بالضبط راح نوصل من خلال الخدمة هذه اللي هي تحديد المواقع، عندما شخص يرسل الموقع مالته من خلال هذه الخدمة ممكن أنا أوصل له بالنقطة اللي هو موجود بيها. وكثير من الناس ممكن يتيه بسبب ميندل الطريق. هذه الخدمة أتاحت له أنه يوصل للشخص المقصود في المكان الموجود به هو، وخدمة مهمة. لكن صاروا يستخدموها، أني بالصالة، بالضبط. أني بالغرفة، أني بالدوام. يعني موضوع أنه اللي قبل نحكي عنه أنه أنا أشعر بالسعادة مثلا، فإحنا كنا نقول لها أيضا مثلا اني مثلا انا بردان اليوم الايام برد او اكو مطر، يعني فاحنا نعرف يعني بارد او اكو مطر. صاروا يعيشون كل اصدقائهم اللي عندهم بالفيس حياتهم اليوميه بادق التفاصيل، ينزلون ادق تفاصيل حياتهم اليوميه على الفيس. هذا يعني نوعا ما اللي خلانا نحكي به اليوم انه نتساءل هل مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك اللي هو اهمها خلانا نفقد خصوصيتنا؟ نعم. بإرادتنا يعني احنا خلنا نفسنا انه احنا نكتب كل تفاصيل حياتنا اليومية، هل خلانا نفقد الخصوصية اللي نتمتع بيها؟ الإنسان احيانا يحتاج ان يكون مع نفسه. نعم. مو بضرورة يبوح بكل شيء للناس. صحيح. يعني اكو اشياء بداخله ما يريد احد يعرفها. الفيسبوك خلاه يعني كأنما مرغم ان يقول تماشيا مع الموضة، تماشيا مع ما يسوي الآخرين. المهم هو حاصل بالنهاية الخصوصية قاعد تخترق بطريقة أو بأخرى. صحيح. الأهم من هذا هسا أحياناً أنا أريد أعبر عن نفسي بطريقة أو بأخرى باللي أكتبه، وأي شخص هو حر باللي ده يسوي، لكن أحياناً يشترك مع ناس يعني قد تكون يعني ينشر صورة بها مجموعة أشخاص، واحد من الأشخاص ما موافق أن تنشر الصورة. صحيح. هذه خصوصية ده تخترقها، قد يكون هو ما يعجبه هذا الموضوع في مكان ما معين، ما يريد أحد يعرف أنه هو في هذا المكان. أنت قاعد تخترق هذه الخصوصية من خلال نشرك لهذه التفاصيل. هذا الموضوع هو الموضوع الذي يأثر على الناس. صحيح. وإلا إذا كان الإنسان هو يريد يعني يعبر عن نفسه بكل لحظات يومه هو حر، بالتالي هذه حرية شخصية، لكن أن ما يخترق خصوصية الآخرين بأن ينشر صورة، يضيف تعليق، يقول أنا فلان مكان مع فلان شخص، وهذا تأثر على حياة الناس بشكل كبير. نعم، بأدق التفاصيل ينزلون تفاصيل حياتهم البعض منهم وشاركوهم أكيد أصدقائهم، بس
احنا اكيد ما نعمم هذا الموضوع لانه اكل كثير من الناس انه يستخدمون الفيس بس لانه حتى يتواصلون مع اصدقائهم وينشرون مقالات وينشرون اشياء مفيده ومهمه مثل ما ذكرت. هو له ايجابياته وله سلبياته. البعض يستخدمه بطريقه يمكن احنا نشوفها سلبيه لانه ما لها داعي. كل من له خصوصياته، ماكو داعي نبوح بكل تفاصيل حياتنا اليوميه وبشكل بدقه التفاصيل لباقي اصدقائنا. واكو نقطه اخرى ايضا صار احيانا للاسف يعني صار بنوع من الابتزاز بالنصب على الاخرين من خلال اسماء وهميه، احيانا من خلال ممكن انه من خلال الصفحات المزيفه، الصفحات المزيفة اللي تخلي صور آخرين وأسمائهم والناس يحلون شخصيات غيرهم، يعني يسوون صفحات أو يعني حساب معين باسم شخص معين وممكن أنه تسبب له مشكلة وانت واحده من الناس اللي عانيتوا من هذه المشكله. نعم صحيح. هاي مواضيع انه يستخدمون حسابات باسماء غيرهم يتحدثون مع الاخرين وينزلون صور واخبار ممكن تسيء للشخص المقصود. بالضبط. هذا ما اعرف ان هم ليش يفكرون بهذه الطريقه. يمكن يعني انا اعتقد انه مرضى. نسال احمد. نسال احمد. ويانا احمد من بغداد. الو احمد. صباح الخير استاذ سلمى. صباح النور، اهلا وسهلا. طبعا بصراحه وصباح الخير على الشهد. صباح النور عليك. بصراحه استاذ سلمى هاي المواضيع وايد نعاني منها الايام. يعني مواقع موجوده هوايه مسيئه وهوايه اشخاص يدخلون ب ب باسماء وهميه، الغرض من هذا اساءه او ما اعرف شنو غرضهم، بس غرضهم انه الاساءه وال الشخص معين وهاي بس ما يعني هذا اشخاص يعني الناس تعرفهم ومعروفين يكونون. نعم. وصراحة مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت بكثره بكثره يعني صوره مو أحمد خليني يعني أنا أريد أسأل أحمد إنه أنت كم ساعة تقضي على الفيسبوك يوميا؟ والله أستاذ سرمد يعني بصراحة يعني ساعات كثيرة مو بعد الفيسبوك، وهذا مواقع التواصل الانستغرام صراحة أنا متابعك على الانستغرام موجود حضرتك وعلى الفيسبوك وهاي مواقع التواصل التانجو والويتشات أصبحت كثيرة فعلى ياه تتابع. يعني أنت هذه المواقع أنت تقضي وقت طويل على هذه المواقع؟ لو تستخدمه لفتره محدوده. اي صح. نعم نعم استاذ سرمد. نعم هذا اللي كنت اسالك عنه، انه احيانا اكو مثلا بعض الاشخاص يسوون اكثر من حساب، انت عندك حساب واحد ولا اكثر من واحد؟ والله استاذ سرمد هو بس حساب واحد. نعم. شاهد ايضا ممكن انه اذا عند السؤال لاحمد بما يخص الفيسبوك وهي ما شاء الله التفاصيل كثيره. احمد ذكر انه هو يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي باوقات طويله. طيب شنو اللي تستفاد من عنده؟ تستخدمه بايجابياته ولا بسلبياته؟ لا لا بالايجابيات طبعا. يعني تستفاد من عنده؟ من خلال المعلومات الموجوده فيه. نعم. وهاي يعني استفاد من عدن، استفاد بهاي مواقع التواصل الاجتماعي بصراحة يعني. هواية من استفاد من هاي المواقع الموجودة بالمواقع التواصل الاجتماعي. نعم. طيب حلو انه احنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي حتى نستفاد من عدها، حتى نثقف نفسنا، حتى نطور نفسنا، لأنه هي هواية بها شغلات ومعلومات مفيدة لنا. ممكن انه احنا ما نقدر نلقاها باي مكان او ما نقدر انه وضعنا احنا اصلا الحالي انه ما نقدر نستخدمها مثلا من خلال كتاب من خلال مشاهدة التلفزيون. وبصراحه المعجبين بكم على الـ على الـ على, الـ على مواقع التواصل الاجتماعي اشوفكم صوره متواصله نتشرف يعني حضراتكم عم تستعملوها بصوره متواصله اكيد. نعم شكرا لك احمد. شكرا جزيلا. شكرا لتواصلك وايضا لمتابعتك لنا في مختلف المواقع. وان كنا احنا نريد نوصل يعني اخبار البرامج باي شكل ممكن ومن خلال استخدام هذه المواقع بان يكون لنا صفحه على الفيسبوك او حتى على الانستغرام، نتمنى انه تتابعه او تستخدمه بالشكل الافضل. نعم. اللي ما ممكن انه يكون باساءه للاخرين. هذا ايضا شهد جانب اخر، يعني موضوع اخر اللي سالته لاحمد انا يعني ممكن انه قد يكون نفس الشخص يسوي اكثر من حساب. نعم. حساب حقيقي. نعم. بصورته واسمه، حساب او اكثر يكون مزيف يستخدمه لاشياء اخرى قد يكون متخفي، لهذا واحنا سميناه عالم افتراضي لانه ما تعرف هذا الشخص منه، الصوره مستعاره، الاسم مستعار، واحيانا البعض ينجرف مع هذا مع هذه الحسابات اللي ما يعرف اصحابه ويتكلم بخصوصيات ويتكلم ب
باشياء كثيره، اسرار قد تكون طبعا احيانا يكون يعني لعدم درايه، عدم خبره بهذا العالم، يعتقد انه الجميع مثله صادق، لكن هو الحقيقه غير ذلك. يعني لازم ينتبهون كثير من الناس الى هذه النقطه تحديدا، وانه ما ممكن انه يثقون باي كان، خصوصا اذا كان هذا الشخص هو يستخدم صوره مستعاره واسم مستعار. صحيح. ومثل ما نشوف انه مثلا نكتب شيء اسم، نريد ندور على شيء اسم، نسوي سيرش عليه يطلع اكثر من اسم، وكليته ما تعرف انه وين الاسم الحقيقي وين الاسم المزيف. فعلا يعني صار هذا الامر يشوش النص بشكل كبير، او مثلا يتصل احد الاقارب احد الاصدقاء يقول مثلا انت ليش ناشر كذا، ليش كاتب كذا، ليش تحكي فلان مثلا ما تحكي فلان، ويتبين بالنهايه انه هذا اساسا مو انت، مو الحساب مالك. يعني انا برايي اشوفهم انه هم ناس فاضين ما عندهم شيء، فيسوون حسابات باسماء اشخاص مشهورين بس حتى يملون فراغهم مثلا. ويانا اتصال وربيع من ذي قار. صباح الخير عليك ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اشتغل؟ طبعا اكيد ممكن. ربيع، موضوعنا اليوم عن مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها بالطريقة الإيجابية وبالطريقة السلبية، شنو رأيك أنت بالموضوع؟ والله موضوع كلش حلو وموضوع شيق، موضوع الحلقة اليوم. نعم. تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي؟ أي موضوع التواصل الاجتماعي شيق. تستخدمهم يعني تقضي أوقات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله استخدمهم بس استخدام محدود. نعم. شنو اللي تستفاد من عنده من خلال استخدامك لهذه المواقع؟ والله هو بداية الأمر يعني كان الموضوع ما كان ممكن واحد يقدر يستفاد من عنده. بس بعدين تغير من حماله. نعم. للأسف انقطع الاتصال بربيع. شكرا لاتصالك. شكرا ربيع. جانب آخر رد نحكي عليه شهد، هو أحيانا أنه استخدام الفيسبوك يعني بشكل يومي، أحيانا كل ساعة في كل لحظات يستخدم، هو موجود حتى إحنا يعني إحنا شخصيا عندنا بالتليفون. نعم. البعض يتساءل يقول أنا يعني يقول قبل الفيسبوك شنو كانت اهتماماتنا بالإنترنت، بعد الفيسبوك لو كان هسه الفيسبوك يتوقف، طبعا اكو في بلدان كثيره محجوب مثلا الفيسبوك، شنو البديل عن هذا الموقع؟ شقد راح يترك وقتنا اللي نقضيه، شقد راح يترك فراغ بالنسبه لهم اللي هو اساسا هو ماخذ وقت الفراغ يعني. نعم. خلينا ناخذ اتصال وبعدها نكمل حديثنا ويانا علي من بغداد. نعم علي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. شوكو شباب. اهلا وسهلا علي. انت تناولت الجانب السلبي بس ما تناولت الجانب الايجابي بالموضوع. لا احنا قلنا علي، قلنا الجانب الايجابي، قلنا انه ممكن نتواصل مع اصدقائنا، مع تواصل وايضا نكون بالثقافه العامه. نعم. اكو موضوع الجانب الموضوع الاقتصادي، اكو بيع شراء عن طريق الفيسبوك يعني. صحيح. اكو مواقع لعرض الاشياء. صحيح. اكو صار مواقع وهذا التوصيل. يعني واحد مثلا اشتريت كذا سياره عن طريق الفيسبوك. يعني وفر لي هواي امور، وفر لي الدلال الوسيط هذا، يعني وفر لي هواي فلوس. صحيح. لكن ما يعني شنو رايك بالجانب الاخر اللي ذكرناه اللي هو اختراق الخصوصيه لبعض الناس؟ لا هذه اكو بعض مرات مشاكل، يعني اكثر الشخصيات المشهوره يعانون من هذا الموضوع، يعني للفنانين بين اكو اشخاص تدخل باسمائهم او بعض المرات يسيئون لهذا الفنان او لهذا لهي الشخصيه. نعم. يعني كذا حاله انا اعرفها بين داخلين باسماء مزيفه ويشوهون سمعه الشخص. نعم. واضح واضح. شكرا علي، شكرا جزيلا لاتصالك. هذا جانب. نعم. مهم اللي ذكره الاخ علي انه اكو جانب اقتصادي بالموضوع، صارت ناس ممكن انه تبيع وتشتري عن طريق الفيسبوك. احنا ذكرنا انه هو اوكي له الكثير من الايجابيات وله الكثير من السلبيات. مثل اي شيء بالحياه يعني بالتاكيد. صحيح. طريقه الاستخدام. صحيح. هي لتحدد كيف ممكن انه نستخدم الفيسبوك. شلون راح نستفاد من غيره. واكو نقطه اخيره نذكرها قبل ان نختم هذه الفقره. هي الهكر اللي ممكن انه يهكرون الصفحات او بعض الحسابات، القرصنة، عمليات القرصنة. نعم. وبالتالي ممكن أنه يسوون بها أشياء
يسيئون لصاحب الاكونت الحقيقي يعني اذا كان فعلا موجود، وايضا ممكن انه يضيفون من خلال هذا الموضوع يسوون مشاكل ويضيفون اشياء قد تكون هو ما مسؤول عنها. صحيح. ايضا هذا جانب اخر. طيب انا السؤال اللي اريد اساله اريد اطرحه انه هم ايش راح يستفادون؟ هو هذا هاي المشكله. شنو الاستفاده؟ هذا اشياء يعني حالات بعضهم يوصفوا انه اكو مرض نفسي. هذا هو يعني مرض، هو انسان مو طبيعي اللي يسيء للاخرين بالتاكيد. يعني مو معقوله يعني عندك انت وقت بحياتك استخدمه بطريقه تنفعك، تثقف حالك بها، مو انه اهكر فلان واهكر فلان حتى يكون الفيس مالتهم عندي واني انزل بالضبط. بديل عنهم، شلون راح تستفاد؟ بالضبط، هذا نتمنى انه من خلال ما تكلمنا به وايضا اللي ذكروا المتصلين انه يكون هو يعني جانب توعوي لكثير من الناس اللي البعض منهم قد يكون يجهل بعض الاشياء عن هذه المواقع والاضرار اللي قد تحصل نتيجة الاستخدام الخاطئ أو عدم تأمين هذه الحسابات بشكل جيد. مناقشتنا انتهت لهذا اليوم وموضوعنا يعني نتمنى أنه استفادتوا منه. انتظرونا أيضا يوم غد بموضوع آخر وتشاركونا إن شاء الله. برنامج يوم جديد مستمر لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم بتكملة فقراتنا وتقريرنا لصباح هذا اليوم. نشاهد تقرير ومسابقة الصور في ذي قار. على قاعة بهو الناصرية أقام المنتدى الفوتوغرافي في ذي قار معرضاً عالمياً للصور الفوتوغرافية، حيث ضم المعرض 40 عملاً، 10 منها أوروبية و10 عربية والأخرى عراقية. جسدت هذه الأعمال الحياة الإنسانية بصورة عامة. قام منتدى فيل فوتوغراف بإحياء أو بعمل معرض فوتوغرافي من 40 عمل جسد الحياة الإنسانية والحياة الدين الإسلامي الحنيف من أكثر من 40 مصور، 10 منهم من دول أوروبا وعشرة منهم من الدول العربية والباقي من مصورين العراقيين المبدعين. وقد فاز بجائزة الأولى المصور الرائع الفنان فوتوغرافي عائل فهداوي من بغداد من العراق، والفاز الثاني الأستاذ رمزي دليح من القطر السعودي الشقيق، والفاز الثالث الأستاذ أحمد قاسم داود من العراق أيضا من محافظة النجف، وفاز بالجائزة التقديرية أيضا الأستاذ أحمد قاسم داود. مسابقة للصور الفوتوغرافية شاركت بها أكثر من 20 دولة من ضمنها البرازيل والبرتغال وألمانيا واليابان وتركيا والسعودية والأردن ومصر والكثير من الدول وتونس والمغرب وإيران والكثير من الدول. وجاءت بعد أن وصلت الصور عرضت على لجنة أيضا دولية لمحكمين دوليين وتم فرز الأصوات وكذا، منحنا الأول والثاني والثالث جوائز مالية مع درع المهرجان مع وسام المهرجان، واليوم ربما أول مرة في تاريخ ذي قار أن يقام هكذا مهرجان عالمي. الأعمال التي عرضت على لجنة تحكيمية دولية لمصورين مبدعين عالميين فاز منها 3 أعمال بالجوائز الأولى، فكان العمل الأول لمصور عراقي من بغداد والثاني لمصور سعودي والثالث من نصيب النجف الأشرف. في المعرض الفوتوغرافي الذي أقامت منتدى فن الفوتوغراف والحمد لله كان تنافس شديد والمشاركات دولية، وبالنسبة للمحكمين أيضا دوليين لحيادية المعرض والشفافية المعرض، وأنا حصلت على المركز الأول والحمد لله والشكر عن صورتي الضريحية الإمامة بفضل العباس والإمام الحسين عليهم السلام. لا شك على مدينة أنجبت العديد من المبدعين والإبداع في هذه القار أن تحتضن مثل هكذا مهرجانات ومسابقات بالفن الفوتوغرافي. أنا كمصور فوتوغرافي وجدت أغلب الشباب الموجودة خلال هذا المعرض، صور جميلة يعني عكست طابع الثقافة في محافظة ذي قار في المجال الفوتوغرافي، والحمد لله نأمل احنا من زملائنا الشباب المصورين ان يغتنمون هاي الفرصة من خلال مسابقاتهم ومشاركاتهم المحلية والدولية، وهذا هو طابع المجال الفوتوغرافي وطابع المصور الفوتوغرافي. على الرغم ان ذي قار هي منبع للثقافة والفن الا انها لاول مرة في تاريخها يقام بها مثل هذا المعرض الفوتوغرافي العالمي. لبرنامج يوم جديد منى البدري ذي قار. مشاهدينا ما زلنا مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد.
ضيفنا التالي في فقرة شلون صحتك هو الدكتور محمد طعان، اختصاص جراحة عامة وأيضا وروائي لبناني. تابعونا بعد الفاصل. إذن مشاهدينا مثل ما نوهت لحضراتكم معنا الآن الروائي الدكتور محمد طعان. أهلا ومرحبا دكتور. أهلا فيك. يا هلا. يعني بداية اللي قاعد يتابعنا الآن قد يكون اختلط عليه الأمر، كيف طبيب اختصاص جراحة عامة وروائي في نفس الوقت مع وجود تجارب أخرى، لكن البعض يعني تسأل أنه الجراح عادة مهنة دقيقة يحتاج إلى وقت وتركيز شديد، فكيف يجد الوقت في أن يكتب رواية في نفس الوقت؟ والله لك لو أنا طبيب مهاجر يعني ساكن بأفريقيا الغربية بنيجيريا. نيجيريا هي دولة وباللاغوس بشكل خاص العاصمة ما فيها أمن، فإذا كنت مارس الجراحة بالنهار ثم بالليل ما فيش أمن، فإذا ما في ظهرات، فصرت هيك يعني عبالي اكتب. فمن كتاب لرواية لغيرها لسيناريو، أنا بحب السينما كثير هيك بتسلى بكتابة السيناريو. فبتصور فضل نيجيريا علي، طبعا أنا بمارس بنيجيريا من 30 سنة الجراحة، بس كمان أحد أفضال علي نيجيريا أنه كونه ما فيها أمن، فاستغليت هالشيء السيء استفدت منه بكتابة الروايات. حولت إلى طاقة إيجابية. أي أنا كل كتب بكل روايات العشر روايات كتبتهم بنيجيريا مع خمس سيناريوهات. ممتاز. قبل أن أنتقل إلى هذا الجانب، جانب الرواية والسيناريو والما أعرف أسميه الهواية أو التنفيس عن ما بداخلك، لكن خليني بداية أسألك عن اختصاصك الدقيق اللي هو الجراحة العامة. هذا العالم يعني كيف دي يتطور، وين دي يوصل، آخر ما توصل إلى العالم شنو حضرتك تجربتك مستمرة ومطلع بشكل مستمر؟ هذه بدي بلش من المطلع بشكل مستمر للأسف للأسف للأسف. وقتي مش عم يسمح لي شوي، بس المشكل وين؟ إنه التطور عم يكون سريع لدرجة إنه كل جراح بده يحترم حاله ما وبأي منطقة كان بالعالم بالشرق أو بالغرب يجب أن يحضر سيمينار أو كلوك أو ندوة حول الاختراعات الجديدة كل شهر. للأسف أنا مقصر بهالم، يعني بتعرف عايش وأكثر بعيد. أطباء المنطقة تقريبا يعني يعانوا من هذا المشكلة، في تقصير في تقصير، إلا مين؟ الأكاديميين. الأكاديميين وقتهم بيسمح لهم يروحوا غيرها ويتطوروا ويشوفوا الجديد. ليه؟ لأنه مجبورين يعلموا. أما نحن يعني اللي البراكتيشنر بالحياة العادية وقتنا مش إنا مثل ما بنتصور. وأنا بعتقد أنه ما عدا قلة قليلة الجراح اليوم اللي عم يمارس لوحده عنده مش تقصير، الظروف وما بتسمح له انه يكون up to date. اوكي، بس رغم هيك هلا مع الانترنت مع العولمه وغيرها عم نطور حالنا، بس ما في شك انه كمان الحضور لاجتماع لسيمينار لغيرها للتوعي وغيرها هيدي كتير مهمه كتير مهمه. طيب دكتور، بما يخص الجانب الجراحه، حضرتك قلت أنا أشتغل بجراحة من 30 سنة يعني ما شاء الله. لا أنا يعني صار جراح. أكثر يعني العمليات اللي تجريها بالوقت الحالي يعني أكو تخصص معين مثلا جراحة الأعصاب أو غيرها؟ لا. شنو اللي حضرتك تختص بيه بشكل؟ أنا جراحة عامي، جراحة عامي يعني هي جراحة البدن بشكل عام مع الغدي والجويتر يعني. أوكي. بس أنا بدي لك شغلي، أنا تخرجت بفرنسا بآخر السبعينات وكانت الحرب اللبنانية بأوجه، إذا التجأت إلى المملكة المغربية. هناك اشتغلت، تعاقدت مع الدولة مع وزارة الصحة لسنة بانتظار إنه الوضع الأمني والعسكري بلبنان والمعيشة بلبنان يروق. جددت العقد لسنة خمس مرات يعني عقد خمس سنوات. بالمغرب الوضع الصحي رديء جدا، يعني بعتوني أول ما وصلت على المغرب بعتوني على ضيعة بتبعد شي ساعتين عن كازابلانكا بالطيارة، وكنت جراح وحيد، يعني جبرت افتح مخ، جبرت افتح صدر،
جبرت وانت في بدايه حياتك دوم. ايوه انا بديت وانا متخصص بالجراحه عمي. يعني مش حابب اقول انه قاسي اذا قلت انه تعلمت بالمغرب جراحه، عفوا يعني ما بتعلم بالناس هيك اوكي، بس لكن هي القدر عملية. القدر سيئني انه اكتسب خبره بجميع الجراحات وفي وقت قياسي. طبعا بوقت قياسي اكيد. طبعا تعرف لما بكون طبيب جراح لنص مليون نسمه بتعرف شو يعني 10 عمليات بالنهار بجميع الاصناف العمليات. بتعرف شو كانوا يجوا لعندي؟ حتى لان كان عندهم شويه تخلف بالادوكيشن بالمستوى التعليم وغيره، كانوا يجوا انه انا كطبيب لازم افهم بكل شيء، يجوا مشان ادراسهم. كنت قال لي ادراس بالنسبه له انا كنت الطبيب بسموه الطبيب. الطبيب اذا هو يجب ان يعرف كل شيء في الجسد. طيب حاليا حضرتك عندك مستشفى في نيجيريا. نعم 30 سنه عندي مستشفى صغير اوكي. نحن متحضرين من اصول اغترابيه وبتعرف مثل ما بكل العالم بتعرف اللبنانيين هن شو اسمه الزيرونديل شو بسموه السنونو المهاجره. فبالتالي ايه لانه بعد ما رجعت من المغرب قعدت ببيروت فتره ولم الحرب لما تكن منتهيه وغيرها رجعت ادراجي الى مش الى المغرب الى افريقيا حيث اهلي هونيك. نعم. طيب يعني جانب الجراحي يعني اذا صحه التسميه تجد انه اللي يحتاج الطبيب الجراح تحديدا من مهاره من دقه تأهل ان يكون جراح. يعني كثير من الناس يعني الاطباء قد يكون هذا ما مؤهل ان يكون جراح. نعم. شنو المعيار يعني او الممكن انه يستند عليه في ان يكون هذا الشخص جراح ناجح؟ ليك قبل كل شيء باي مهنه لتنجح بدك بتحبها. لا يعقل انك تقول لواحد مثلا او واحد ينجح بالسياسه تنقول هلا انتم ابواب انتخابات ان شاء الله تمروا على سلامه وغيره. اذا لا يعقل ان تطلب من رجل سياسي مثلا الرجل لا يحب السياسه انه ينجح بالسياسه. كذلك ممثل او كذلك مخرج او كذلك كاتب او كذا شو اسمه. فاذا حبي للجراحه انما معي انا وعم اكبر، يعني انا وبالاعدادي ثم التكميل ثم الثانوي تبلورت طموحاتي شو بدي يكون بالمستقبل، وعرفت انه راسا ما خلصت الثانويه لحتى عرفت حالي انه انا مشروع جراح. رحت على فرنسا والحمد لله بعد 11 سنه بفرنسا دراسي طب عام 7 سنين واربع سنوات جراحه عامه اخذت الدبلوم واخذته بتفوق والحمد لله. كل الاطباء يعني اللي او اللي يدرسون الطب نعم. من البدايه يكون في ذهنه هو شنو يريد يصير يعني جراح ولا غير ولا احيانا بشكل عام صدفه هي تلعب دور او امكانياته. هلا ما في شك الصدفه بعض الاحيان بتصير بس مش قاعده عامه. القاعده العامه هي هل هالتدرج إيه طبعا هالتدرج هل بدنا شغلي انتم عندكم هون مثل بمصر بتصور في قصه وبسوريا كمان قصة السيليكسيون. سيليكسيون يعني انه حسب قديش جبت انت مجموع. نحن بلبنان ما في مجموع. نحن بلبنان وبفرنسا على ايامي يعني هلا فرنسا صارت هيك سيليكشن انه بدك يكون عندك مجموع محدد لتعمل طب. الطب هي اكثر مهنة مرغوبة وبالطب يمكن الجراحة هي اكثر كمان اكثر اختصاص مطلوب. فاذا صار في شيء بسموه كونكور يعني نوع من السانكشن اوكي. اذا لتوصل تعمل جراح اليوم اوكي بدك تمر بصعوبات كثيره. بايامي كانت اسهل، كان اذا انت طموح وقدران تدرس وعندك الجلاده لان بدك درس تعرف يعني 11 سنه درس ليل نهار مش هين بدك هالنفس الطويل. هلا شو اللي بيعطيك هالنفس الطويل او القدره على تحمل هالمشقات الطويله هذه؟ طبعا حبك ل انك تصير جراح. اذا استعدادك الفطري لهالمهنه. معنا الاتصال هاتفي الان ويانا مروه من بغداد. نعم مروه. الو 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 نعم تفضلي. مرحبا سمك. اهلا وسهلا. ممكن نعم بس حضرت سؤال من الدكتور اول مره اقول له وريت استمتعت واهلا وسهلا فيك. بدي اساله انه شو هي يعني الطريقه الامثل يعني لحتى يروح
للأسف انقطع الاتصال، نتمنى أنه تعودين اتصال. إذا كان عندك أي سؤال نستفيد من وجود الدكتور اليوم معنا. شفت اسمه تأهلت فيه بتشكرك. يعني دكتور كنت أسألك عن الجراح. نعم. مواصفات الجراح الناجح، أكو معيار معين في عالم الطب لأن يكون هذا الجراح ناجح؟ لك لا حلك شغلي، للأسف الشديد مع التطور التكنولوجي والعصرني والعولمي وغيرها مهنتنا صارت تجارية إلى حد ما. يعني أنا عندي بمعارفي طبعا بالعالم كله، مش بس هون، مش بس بعفوا مش بس بنيجيريا أو بلبنان، الجراحة صارت شوي مهنة لكسب العيش. أوكي. هني كفؤين في الكفاءة. أوكي. بس والمردود المادي حق مشروع. الحق مشروع. بس للأسف الشديد بدي أقولها على العلن. أوكي. يعني خد الزيدي، في بعض بلدان الجراح ما عنده أدنى شك إنه هالمريض ما عنده زيدي، بس بقول لك بشقه، ما فيش خطر، بنقم له الزيدي أحسن ما ترجع، أحسن ما يوم ما ماسر. صارت بالأسف الشديد بقول على العلن أوكي إنه في بعض الجراحين عم يصفوا إذا بدك إلى حد ما تجار. حلو. بس هلأ ترجع للكفاءة، لكن الكفاءة كل واحد لا يوصل ويحصل على لقب جراح بده يكون عنده حد أدنى إنه درس هالأربع خمس سنين اختصاص بعد الطب العام. في عندك هلأ الجراحات المتطورة، هذه لا يعقل إنك تغامر وتقوم بجراحة متطورة إذا ما كنت أنت مسافر ومطور معلوماتك، لأنه بطلع الحديث قلنا إنه هالتطور سريع لدرجة إنه مش عم نقدر نلحقه عم يتعدينا إلا الأكاديميين. فإذا بشكل عام اللي عم يقدر يطور حاله وغيره أو بيجي يعمل أبليكيشن اللي عم يتعلم برا، هذا فينا نقول عنه نعم ناجح. يعني أنا شخصيا اليوم بدي لك شغلي، أنا مثلا بالبروستات بعد تقليدي يعني بشق صيبكي بفوت على المبولي وبقيم البروستات بأصبعي. ليه؟ لأنه ما بعرف قيمة بالناظور، فما بروح بيستعمل الناظور مثلا وبياخد ريسك، بياخد بياخد خطر او اخطار بحياة المريض وغيرها. ليه؟ ويمكن العملية تنجح ولا. فاذا بتصور الضمير المهني كمان هذا مهم، انه الواحد يعرف حدوده. طيب دكتور هنا هذا الجانب التكنولوجي اللي دخل على الطب، يعني برأيك ساهم في ان يكون متطور اكثر، ساهم في ان يكون التطور العلمي يعني؟ نعم. طبعاً. الأجهزة وغيرها طبعاً. قلل نسبة الخطأ، هذا اللي أسأل عنه. إيه؟ أخذ إجابتك دكتور إذا تسمح لي عفوا بعد الاتصال الهاتف. ولا يهمه. نعم. ويانا الآن نورس من بابل. نعم نورس. نعم. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. أنا مرحبا. 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 تفضلي. مرحبا. أهلا وسهلا. أيوه. تفضلي. يعني عندي أكياس مائية على الكبد، هذا حجمها 29. نصينا التلفزيون 25. طيب أنا مش بسمع. ما أسمع. نعم. يعني شنو الدواء عملية؟ طيب يعني حناخذ رأي الدكتور بهذا الجانب، وإن كان أنا يعني متأكد أنه تحتاج المسألة إلى فحوصات يعني. نعم واضح واضح. شكرا نورس، تسمعينا من التلفزيون دكتور. تسأل عندها أكياس مائية على الكبد بحجم 29 أعتقد قالت. تسأل عن يعني العلاج الأفضل، هل هو جراحة يعني يزال الأكياس المائية؟ أكياس بالجمع؟ نعم. هل هي كنت حابب أعرف هل هي الشيء اللي بسميه كيس إيداتيك سيست، اللي هي بعض الأدوية أكياس بتجي من الكونتاكت من اللمس الخرفان والكلاب. بالعربي عندنا بلبنان بمناطقنا بسميها كيس كلاب أجلك. أوكي. بالمغرب هذا مرض شمال أفريقيا بشكل خاص، هذه ما بتنقام إلا بجراحة.
بس الجراح اللي بده يعملها لازم يكون عاملها بالقبل وعارف هذي بدها احتياط. وبوجه كلامي إلى الأخت إنه إذا كان هذا اللي بنسميه بالإنجليزي هيداتيك سيست ما تخلي أي جراح يستعى إلا إذا كان متخصص وعامل هالعملية قبل. ليه؟ أثناء العملية إذا هالكيس ما هي في مي، هالمي هذي لو نقطة صغيرة منه ظهرت على البدن بدها تراجع. التعقيم، تعقيم الكيس بمواد كيميائية محددة وبنطر. بتعرف شو كنت تعمل أنا بالمغرب؟ عفوا دكتور، يعني بدي أنه نأخذ تفاصيل هذا الموضوع، لكن معنا اتصال مريض ينقطع لين مروة عودة الاتصال. أكي. نعم مروة. ألو. ألو. نعم مروة تفضلي. أنا أريد أحكي ويا الدكتور. نعم يسمعك تفضلي، ولا تعلين صوتك. دكتور أهلا وسهلا فيك ونورت بغداد وسعيدين بوجودك هنا. نعم سؤال شنو مروة؟ وبدي أسألك يعني شو هي الطريقة الأمثل لإزالة آثار العمليات الجراحية خصوصا من منطقة الصدر، يعني بدي أقصد إنه شو الكريمات فيه، ممكن نستخدم هاي الكريمات المقشرة حتى يروح الآثار؟ نعم واضح. واضح مروة، تسمعينا من التلفزيون بعد أنه نجاوب على نورس. شكرا مروة، شكرا لاتصالك. دكتور هذا سؤال آخر نجاوب عليه بعد أنه تذكر ملاحظتك لا نورس الأكياس. مهم جدا إياها بحذرها أنه تسلم نفسها إذا كان هذا تيكسيست يعني كيس مي هذا المقصود فيه، وبتصور هذا هو المقصود فيه. نحن بنسميه كيس كلاب أجل. إذن لا تسلم حالة لجراح إلا إذا كان متمكن وغيره، مش أي بالجراح عام، في جراحين عامين لأنه الحذر والانتباه هذي بدأ إبر سبيسياليست، بده يكون واحد متمرن على هالجراحات دي. هي هين الجراحة بس في الحذر إنه نقطة التعقيم الكيس قبل فتحه شقه. طيب فهذه النقطة، هذه النقطة بالنسبة لنا. السؤال الأخر مروة، مروة الجروح ما الجروح، تقول أنه آثار جروح العمليات نعم. في منطقة الصدر نعم. كيف ممكن أنه يتم القضاء عليه من خلال كريمات أو عملية تجميل؟ لك الجروح جروح، قد ما نقدر نعمل جروح تجميلي بده يضل يبين. هلأ بنتحايل مثلا بالصدر، في إذا نعمل تحت الصدر لحتى ما يبين مثلا مثل بالوجه وراء، في أمور كتيرة هلأ. بس بدي أعرف إذا كان بشرتها سمراء، كل ما كانت البشرة سمراء كل ما كان الجروح ببين أكثر. يعني طبعا هلأ أنا 30 سنة بنيجيريا سود. شفت السود. نعم. بالتالي عندنا مشكلة مع تجميل الجروح. ليه؟ عندهم مادة بجلدهم بتخلي إنه الجروح لما بده يلحم بده يلحم بشكل كبير بظاهر. أوكي. ولون اللون يختلف. اللون يختلف طبعا. أوكي. هو مش بس اللون، هو المزعج هي انه هزيه هالجرح هذا بشكل شكله بشكل خاصة اذا كان بموضع بين. هلا في وضع هي اذا بالفعل في هاللي بنسميه كيلويد، يعني هي عبارة عن انه هالجرح هذا بالفعل اوكي في نوع من الانسجة اللي فيه وغيرها، هذي فينا نستعمل ابر الكورتيزون مع مراهم الكورتيزون على فترة سنة سنتين ثلاثة. يعني هذي يمكن أطباء جلد اختصاصيين بيعرفوا أكثر المهني. وإلا إذا بالفعل جرح أوكي كبير وكتير وغيرها، في جراحة تجميلية اليوم، في جراحة اللي بسميها مش بلاستيك بس بلاستيك سيرجي، مثل جراحة الحروق مثلا. إيه لأنه الحرق كمان بيعمل هيك. فبالتالي في اختصاصيين لهالأمور. أنا بصراحة مش اختصاصي. أنا يعني إذا بدي يجي لعندي مريض أوكي بحاول على طبيب اختصاصي بفضل ليه، لأنه بعطي خبز للخباز. قلت لك هذا مهم دكتور، مهم إعطاء الخبز للخباز ما في شك. ما بعد ليش عمل لك شو قلت لك أنا شو وين بلوم زملائي انكم ما بتعملوا جراحة نادور مثلا، بروح الواحد بيعمل له 5-6 اشهر هيك بفرنسا بيرجع بيقول لك انا اختصاصي نادور. لا، لتكون اختصاصي نادور يعني ليزر وغيره بدك اقل شيء 5-6 سنين تجربه. اوكي بيرجع بتقضي 3-4 اشهر بترجع بتعمل نادور. هلا
بتنجح بس بضل في يمكن اشتراكات وغيرها كان ممكن نتفاداها لو بالفعل انت تأنيت وغيرها. الربح المادي للأسف الشديد طغى على مهني هي أكثر مهنة إنسانية للأسف الشديد. بما أنك تتكلم عن الجانب الإنساني دكتور بحتك عن الكتاب عرفت أتكلم عن الجانب الآخر نعم. في شخصية الدكتور نعم. محمد طعان وإن كان إذا أكو اتصالات بخصوص يعني الجراحة إحنا نستقبلها ما زلنا نستقبلها كيف ممكن أنه قاطعنا اتصال ما نقدر ما لحقنا نتكلم عندنا اتصال يعني بس بدك عندهم حق علينا بدك بدد لي الحق وأنا حيدر من السماء نعم حيدر ألو حيدر ألو سلام تفضل حيدر مرحبا عليك السلام دكتور عندي أهلي حيدر الصوت غير واضح للأسف يعني عندك عملية بإيدك؟ أهلي أهلي نعم سوى عملية إسماعيلية يعني حقا ما دائما فهم اتصالك وراتبة تشير جاءت الدكتورة جاءت ست الرادعات ما أعرف إذا الصوت غير واضح حقيقة حيدر أنا يعني أعتذر منك يا ريت أنه تقطع الاتصال وتعاود مرة أخرى لأنه صوتك غير واضح شكرا لك حيدر دكتور نعم. كنا نتكلم عن جانب الرواية نعم. هذا الجانب يعني عادة يحتاج أيضا إلى وقت طويل يعني إلى ذهن صافي حتى ممكن أنه تدون ما يدور بخاطرك مش إلا ده مش فكر صافي بالعكس بده فكر ملبك ونوع من الاختلاجات الداخلية بالعكس اللي طيب. ذهنه صافي ما بيقدر يكتب طيب لكن يحتاج يعني. إلى مزاج جيد حتى ممكن أنه يدون ما بفكرة من هواجس نعم. من أشياء بس ما في شك أنه وراء هالفكر الهادي هذا بده يكون في اختلاجات لحتى تدفعك لتكتب طيب هل نعم. ممكن أنه كل واحد عنده اختلاجات داخل نفسه ممكن أن تخرج على شكل رواية ولا المسألة هي بحاجة إلى موهبة حقيقية ليك في قصة الموهبة في قصة التركيب النفسي البروفيل بسيكولوجيك بنسميه في قصة الإدوكيشن التربية قلتها في قصة عوامل خارجية فيما يتعلق في أنا مثلا كيف بدأت عندك أساسا بدلاش علي أنا عشت 5-6 سنين بالحرب اللبنانية أوكي شفت فظائع وكنت حب السينما قمت مرة هيك عن عبيلي أوصف حالي أنا كما لو أني أنا عم مثل هالعمليات هالمقاس اللي شفتها هالحالات أنا شفت واحد عم يبكي واقف أنا والمبنج إجته شظية أوكي شلفت له كل هالجنب هذا بلبنان بال82 بالإشتياح الإسرائيلي وعملت رواية اسمها صيف الجراح اللي هي حدر الجنابي شو هالإنسان تصور واحد أنا والمبنج أنا جراح وهو مبنج واقفين قدام واحد عارفين انه بقيله دقائق ليموت هو عم يصرخ ويقول لك ما بدي موت بدي ربي ولادي طب هيدي انا شخصيا قعدت ابكي البنج قاعد يقرا له فوق راسه قران انا فتلت هيك قعدت ابكي بعد منها قررت انه انا عندي هالاحاسيس هيدي بدي افرغها اوكي رحت كتبت قصه قصه عن هالانسان هذا كانت البدايه لاول مره لا كنت قبل لا لا هذه كانت الرواية الثالثة بس قصدي هيك حالي تستفزك بتخليك طبعا أنا ممارستي أنا بالمغرب مثلا بالعشر روايات اللي عندي في روايتين لهم علاقة بالمغرب عشت 5 سنين بالمغرب هالـ5 سنين أوحولي بروايتين يعني إذا المكان البيئة يأثر. التربية المعاناة وغيرها البعد مثلا أنا بعدت عن أهلي أنا عشت وحيد مثلا إلى حد ما علاقتي بوالدي هلأ عم حلل نفسي طيب يعني كيف كانت البداية كيف كانت أول رواية بعشق السينما وكتبت للسينما الى ان يوم ب 82 يوم سنه الاجتياح بلبنان بيجوا كنت بمستشفى بيجوا على المستشفى بدهم يصوروا احد مشاهد سينمائيه بقرب انا بخجول من المخرج بقول له الله يخليك انا عامل هيك تجربه كنت اول تجربه لي عن لبنان كمان فيك تقراها وتعطيني رايك قال لي اهلا وسهلا اخذها ثاني يوم بده يجوا يصوروا فيت على المستشفى وين طعان وين دكتور طعان وين دكتور عمي وين هذا انا الدكتور طعان خير قال لي ترى لك قال لي انت كم سيناريو عامل قلت له هذه اول تجربه لي قال لي لا 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 قلت له والله اول تجربه ما قال لي انت صدق. عامل عمل حريف عمل احترافي بس انه بده شويه تشد هيك ف
فهك كانت بدايتي، الى انه يوما ما اخذت احدى السنوريات كنت هاجرت على افريقيا لوين على بوركينا فاسو على واغادوغو اللي بيعملوا فيها كل سنه سنه بتونس سنه بهيدي بوركينا فاسو مهرجان الفيلم الافريقي. حملت خامس احد افا كان النمره خمسة بشو اسمه بعددهم السيناريو، حملته الى دونك الى هيدي المدينه اوكي ورحت شفت هونيك مخرج تونسي وكمان قعدت معه هيك على الطاوله وخجول قلت له ليك الله خليك انا عم سوق هالسيناريو هذا مثلا وكان بيحكي عن افريقيا السيناريو بون صرت احكي له عن شو اسمه هو عم ياكل وانا عم احكي وغيره هذا الزلمه انفنس هيك قال لي انت حمار عفوك قلت له ليه عم بتنعتني هيك قال لي لانك اللي عم تقوله حلو ينقرا هيدا مشروع روايه هيدي كانت ب 93 من وقتها اخذت السيناريو وحولته الى روايه اللي هو عاده بيصير بالعكس الروايه بنستخرج منها سيناريو وهيك بنمزح وجد صار عندي 10 روايات واخذت جوائز وبعت روايتين للسينما وجاي هلا عندي مع يعني اركان وزاره الثقافه موعد مشان سوي للسينما روايه سيد بغداد قصه جيمي. هذه الروايه كتبتها في اي سنه؟ هيدي كتبتها بال 2006 بعد منها صدر لي روايتين فاذا هيدي او حالي فيها محمد الدوري لما كان قاعد عم يبكي بمجلس الامن ويقول لهم لا تغزوا بلدي ولا تقتلوا شعبي وهو يبكي بدموع حاره انا مش مع لا معه ولا ضده انا عم شوف انسان اوكي باي في هذه الاثناء كان كولين باول يعني وزير خارجيه امريكا الاسمران اللون اوكي كان حامل قلم رصاص اي والله بذكرها منيح اللي حضروا المشهد يعني لا يعقل الا ما يكونوا تاثروا بينما محمد الدوري يبكي كولين باول وزير خارجيه اكبر قوه عظمى بالعالم اوكي يعمل هيك كما لو ان شيئا لم يكن كما لو انه هذا عم يقول له يا بيش كان عم يقول له اسكت القرار بغزو العراق اتخذ هيدي هون حصلتها روايه بتفضح قايمه على حدث واحد هو انه هالجند الامريكي بده يعرف انه صدام حسين مش عم دافع عن صدام حسين عفوا لا, لا 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 ابدا بس عم اقول لك انه اعترف بلير اعترف بوش واعترف كولين باول الاسمران اللون اوكي انه وراء غزو بغداد كان في كذبه انا مش عم ببرر ولا هذه الروايه يعني ممكن انه خليتها هي يعني سردت بها تفاصيل تاريخيه حصلت مش تاريخية ايه 2003 يعني ما حصل في العراق من تغيير من احداث دونت في روايه نعم كانما بالنسبه لك سويتها وثيقة تاريخية حبيت أنه تكون بهذه الطريقة لأنه بدأ شغلي مش عم نحكي سياسي عم نحكي عدل طيب هذه وظيفة الروائي لا يعقل أنه نغزي بلد بكذبي طيب دكتور يعني هذا الجانب قد يكون يصلح إلى مقالات صحفية إلى كتب تكون وثيقة تاريخية وحضرتك روائي نعم. تدون اختلاجات حالات نعم. نعم. يعني هل هي وظيفة الروائي أنه يكون يصدر رواية يخليها وثيقة تاريخية لك مثلا لك شو وظيفتي ما بعرف الحلو فيي اوكي اني بترك السجيتي انا بسألوني انه انت كيف تختار مواضيعك انا ما بختار مواضيع بينك بالذات كنت بمقابلة صحفية قالوا لي كيف تختار مواضيعك فيما يتعلق بهيدك ليش قررت تكتب عن العراق قلت لهم دموع الحارة تحت محمد الدوري والنونشالانس بالفرنسي النونشالانس الاستهزاء او الاستهتار بمشاعر محمد الدوري وانا لا مع محمد الدوري ولا مع سيده ولا مع حدا انا زلمه انسان محايد عم شوف شو شفت بمحمد الدوري وبكولين باور شفت اللي القران بسميه الاستضعاف والمستكبر انا على هيك كتبت انا شفت اي قرانيه قدامي طيب دكتور الروايات الاخرى نعم تشترك بنفس السمه يعني كلها مواضيع انسانيه كلها مواضيع انسانيه لدرجه انه بعتقد كان بمقابله الي مع فرنسيين وغيره استنتجوا قال لي المذيع قال لي انت زلمي عندك حس انساني مرهف قلت له نعم انت الوحيد اللي عرفت تركيبتي انا احس يعني احس انه دكتور وانت تتكلم عن الروايه نعم. وعن كتابه الروايه وما نعم. هذا الجانب من حياتك بشغف وحماسه اكبر من الطب
لك بدي لك شغله إيه لا بالطب هيك انت بتعرف لما بتنتهي من عمليه بتقعد 4-5 ساعات وغيرها فيها وبعدين بتعرف انك بالفعل العمليه نجحت مش انك عندك انسان ايه اجمل متعه اجمل متعه مش بس تجاه الانسان تجاه الاحرار انه بوسطه قدرت انك تقوم بهذا الامر وهو الذي يشفين مش هيك وهو يشفين فاذا بوسطه انا قدرت اشفي انسان هيدي متعه بحس فيها كل انسان بس بحس فيها انسان مرهف شوي زياده اللي حضر جنابي فلهذا يمكن الجراحه بما تحقق به من مشاعر انسانيه او خدمه انسانيه جليله ما قدرت تترجم بها بعض الاشياء ترجمتها بالروايه ليك بهالرواية لا بس لا أقصد بشكل عام بالكتابة يعني الكتاب مثلا سيف الجراح ما هي عنوانها فيها هي الجراح كيف شاف الغزو الإسرائيلي أوكي شفت المعاناة شفت الأطفال يا عمي مش معقول بتعرف لو كل إنسان كان عنده حد أدنى من الحس الإنساني كنت العالم بتدبز الحروب ما بعرف يمكن عم ما تخيل أن جمهورية أفلاطون الفاضلة أو جمهورية الفارابي ما بعرف بس بعرف أنه الإنسان يا عمي ما بعرف إذا شغل الحس الإنساني فيه والله العالم بيكون مرتاح طيب دكتور واني أسمع بس عم يمكن أنا اسمع كلامك تضحك علي لا انا ابتسم للكلمات اللي تذكرها اللي بحاجه لها الانسان فعلا اليوم والله. في ظل هذه الظروف والحياه الماديه نعم. والضغوط اللي يعيشها الانسان صحيح. بشكل عام وخصوصا في منطقتنا صحيح. لكن اسالك يعني عن جراح عاده في ذهن الناس انه الشخص الجاد القاسي اللي يمتلك بصيره حاده ويعني يتخذ قرار بشكل سريع لانه حياه انسان دائما تكون بين ايده نعم. فبالتالي هذا الانسان بكل هذه التركيبه الصعبه ان يكون مرهف الحس نعم. وان يكون حساس وعنده جانب عالي من الانسانيه في نعم. ان يحوله الى مكان اخر حتى نعم. يطلع بشكل روايه هذا غريب عند الناس يعني ممكن تفسر لنا اياه لك انا زلمي بعترف فيها مرهف لدرجه انه بالادوليسانس يعني لكن انت استثناء دكتور يعني مو كل الجراحين بهالطريقه لا طبعا لا 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 طبعا بس انا الحمد لله باحدى روايات الروايه الخامسه رحله بهمان هي رحله باتجاه الله جمعت الجسد انا لما بكون عم شق جسم شو يعني انا عم اتعامل مع الماده نعم بس لما بظهر وبشكر ربي وغيره عم عيش حالي روحانية هذا الجمال بالإنسان لما المادة والروح بعيشوا بأرموني بإنسجام أوكي هلأ الشق الروحاني عندي ما بعرف لا يمكن كوني مسلم يمكن كوني عملت المبوءات كلها ثم بسنة 2000 نزل العي كما الوحي قال لي كفاك يا دكتور تعان فيك انت فطرة الله اللي هي موجودة بكل انسان حتى بالموزيين فطرة الله هي هالبرعم الصغير اللي بالنفس البشرية اللي بتخليك انك انت شئت ام ابيت بدك تؤمن بالله شوف كيف هيدي عندي هجمت دفعة واحدة ليه ربما لاني كنت نسيها اثرت على اكتشفتها فجأة اثرت على كتابتك طبيعة الكتابة عندك انا غير. ارتكبت عمل انا عملت رواية اسمها رحلة بهمان ظهرت بعد قبل هيدي بشوي بال 2005 كنت انا سنتها قبل منها بكذا سنه حجيت وقفت معاقره الخمر والميسر والنساء عم احكي على مشبرح كل النبوءات اوكي ثم فجاه تحولت الى ما يشبه داعي اسلامي شو عدا ما بدا المفارقه مش هون المفارقه انه أنا قلت لك ما بنقي شو اسمه الموضوع بيفرض حاله علي نعم. فرض حاله علي هيك موضوع بتقلي بإنسان عم يبحث عن الله وما بلقيه لربنا وبحكي عن الصابع العراقيين بهالكتاب ما بلقي هالراحة النفسية اللي عم يشهدها بعد العلاج النفسي والدروغز المخدرات والألكول والنساء وغيرها ما بليها إلا بوضع سجود وين عنده واحد سابقي تعرف عليه عما يوجهه فبيظهروا من الجامع الأموي وبروحوا بدهم يتعبدوا فبيقول له السابقي للبطلي بيقول له
اسجد، بيسجد ثم بيطلع فيه الجورو هيك الصابئي بيقول له لا عدل اتجاهك هيك، قال له ليه؟ قال له لأنه القدس من هون أولى القبلتين. وساعتها بلاقي بطلي الراحة النفسية هيدي بتعرف بعد سنتين ثلاثة حكمني نوبة ضحك 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 ضحك، لأنه بتعرف عن مين كنت عم يحكي من حيث لا أدري. هذا دكتور اللي كنت أريد أسألك عنه. أنا أسمع من خلال ما ذكرته من معلومات دائما عندك المكان مهم بالرواية، يعني فضلا طبعا عن الأبطال، نعم. لكن المكان موظفة دائما كأنك أريلي إلا يعني دلالة. من خلال ما ذكرته عن بغداد، من خلال ما ذكرت الآن عن دمشق والقدس، المكان إلى دلالات في روايتك. هذا يعني حضرتك مخطط إلى أن يظهر بهذا الشكل؟ لو يظهر بشكل يعني من خلال الرواية بشكل سلس بغير مقصود؟ لا، هذه مش بغير مقصود، بغير مقصودة بطريقة هيك يعني فجي غير هي مقحمة إيه؟ يعني هذه نعم هذه عندي ليه؟ لأنه أنا بؤمن بالإنسان الواحد الصابئ. أنا ليك شعاري بالدنيا القبول بالآخر. أنا اخترت صابئي اللي هم أقلية متعبدي وبشكرين بالقرآن. نعم اخترته قصد صابئي. أنا من يلي بقوله فيما يتعلق اليوم بالعراق ولبنان، ونحن عانينا 20 سنة حرب أهلية ولم ننتهي بعد. أوكي. وأنتم اليوم بالعراق أمس الحاجة لشغلي اسمها كل أمور الدنيا البشرية بتنتهي بكلمتين إذا عرفنا طبقناهم. كلمتين وحرف جر، القبول بالآخر، خاصة فيما يتعلق بالتعبد. طالما أنت لك فلسفة التعبد هي أنك تكون على علاقة جيدة بربك مهما كان رأي الآخرين. فإذا احترم تحترم بهالمعنى، خاصة بهالعلاقة بين الأرض والسماء. هذا بهذه الكلمتين يعني أختم حواري مع حضرتك الممتع اللي للأسف شديد إنه وقتنا ضيق. أنا بدي إنه استعبدني برة تاني. نتشرف بالتأكيد نتشرف. الله يخليك. حقيقة أشكرك وشرفتنا. الله يخليك. وأتمنى لك زيارة سعيدة، وهذه الرواية إن شاء الله تأخذ حظها من الاهتمام في بغداد. نعم. خصوصا إنه بها ذاكر أنت مناطق بغداد اللي أنت مزايرها، ونتمنى لك أن تزورها في وجودك في بغداد. ممكن تخليها على الكاميرا يأخذون صورة الغلاف. نعم. إذا تسمح لي. نعم إذا تسمح لي يعني ممكن أنه تخليه هنا للأخ المصور حتى ممكن أنه تكون واضح شكل الرواية. هذا هو حقيقة شكل الغلاف يلي دكتور محمد طعان. شرفتنا وشكرا لك مرة أخرى، وأتمنى لك نهار سعيد. الله يخليك. الله يخليك، وشكرا على حضورتكم العراقي الليجندير الأسطوري. شكرا لك وأنت تستحق. شكرا لك. إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين ببرنامج يوم جديد، لكن بعد الفاصل. شاهدينا ما زلنا مستمرين بأجواء لبنان والمبدعين اللبنانيين، ومعنا الآن تقرير عن الفنان اللبناني الياس رحباني، فنتابع. نحن بدي أقول لك شغلي، كل الأخوين نحن العرب وخصوصا لما بيكون الناس ما في أحلى، ما في، نحن بكل الشرق الأوسط الشعب كله طيب، ونحن بالعراق يعني نحن بنعرف قديش الحضارة القديمة، الأديانات قديش هيدي، هي لازم يعملوا لها مثل ما عم بيعملوا مركز خاص بالعراق، يصيروا يفرجوا اللي اجوا الديانات كلها كيف وصلت على العالم وصارت هيك، لأن صاروا بأمريكا عم شوف ناس جايين من أمريكا بيجوا من أوروبا كلهم هربوهم من هون. هيدي شغلة مؤسفة، وإن شاء الله على القليل يوقفوا هالإجرام اللي كأنه يومية عشاء وغدا، ما بيقبلوا العقل. ما بعرف هون الناس اللي هالقد بدك تقلي الشيطان أقوى من هون، لا الشيطان مش أقوى من هون، عم بيقتلوا العالم 10 سيارات هديك المرة 50 قتيل. شو بدي أقول؟ بتأسف، وإن شاء الله يكبر عقلهم وتكون السنة اللي جاي يصير إعجوبي مرة بالتاريخ تكون مزبوطة. معلش لك في فرنسي ميول فوتارك جامي، يعني تكون أحسن من أن لا تكون الأمور. هلأ عم بتصير
صار في هلا اني على طول صار لي انا براقب هون صار لهم كم مره مش عارف ماشي الحال. هلا ممكن يكون في اوقات ناس ما يكونوا للمستوى كتير كتير بس يكون عمل شيء. خلينا نضل المهم نشتغل بهالطريقه ونساعدهم حتى يضل يصير لنا كمان كلمه مع بعض انه يوم ما بي ما في يتكرم بشكل جيد او هو مش خارجي اي انسان بنقول بلاه خلي يكون ننطر الانسان اللي بيصير منيح وبنشوف بضاعه ثانيه مثلا مش ضروري بنشوف دكتور بنشوف محامي بنشوف كذا. انا اخي مشاريعي ما وقفت ابدا بس ما بتطلع على السوق ان شاء الله ترجعوا واحد يا العراق مش هلا عملوا شقف ان شاء الله ما تزبط لانه ماني شايف فرح ماني شايف الحياه هيك هيك بدنا نضل كل العمر ناطرين ضرب وقتل ان شاء الله لا وان شاء الله يرجع العراق واحد. مشاهدينا الكرام وصلنا بفقراتنا لفقرة كتبت بغداد واللي من خلالها حيطل علينا زميل قصي حتى يقرأ لنا أهم كتب في الصحف لصباح هذا اليوم. لك الجو قصي ويسعد صباحك. يسعد صباحك شهد شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومطالعة سريعة لأبرز ما كتبت صحافتنا لهذا اليوم. نطالع كالمعتاد من صحيفة الصباح. الصباح وكتبت لهذا اليوم أمريكا تدعم العراق والسعودية تدعم داعش. نطالع تحت هذا العنوان. تتسابق الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية فيما بينهما الأولى لدعم العراق في معركته ضد الإرهاب فيما تكثف الثانية دعمها للإرهاب ومساندته ضد الشعب العراقي. فقد تجلت تداعيات الأوضاع في الأنبار عن حقائق جديدة بعد أن كشف مصدر أمني رفيع عن اعترافات أدلى بها أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي الذين اعتقلوا مؤخرا تتضمن تسلم التنظيم مبلغ 150 مليون دولار مع 60 سيارة دفع رباعي مكتوب عليها صنعت خصيصا للمملكة العربية السعودية قبل رفع خيام المعتصمين مبينا أن الاعترافات دلت على وجود علاقة على مستوى متطور بين التنظيم الإرهابي وإحدى الكتل السياسية بتنسيق سعودي. وكذلك كتبت الصباح عقب إعلان الإقليم عزمه على بيع 12 مليون برميل نفطيا بغداد خطوات أربيل مخالفة أو مخالفة دستورية صريحة. استغربت وزارة النفط خطوات إقليم كردستان الرامية إلى بيع النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية في إشارة منها إلى إعلان أربيل عن بيع كميات من النفط تصل إلى قرابة 12 مليون برميل وهو الأمر الذي عدته الوزارة مخالفة دستورية صارخة داعية في الوقت ذاتها الحكومة التركية إلى منع عمليات التصدير عبر خطوط الأنابيب التي تمر بين البلدين. وكان برلمانيون قد طالبوا بضرورة أن تسعى جميع الأطراف المركز والإقليم إلى تسوية ملف الطاقة بشكل سريع مؤكدين رفضهم توقيع عقود للبترول بين أربيل وأنقرة بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد التي أكدوا مسؤوليتها التامة عن تلك الثروة وفقا للدستور. ونطالع أيضا وزير خارجية الجزائر في بغداد اليوم. يصل اليوم السبت وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد والجزائر وسبل تطويرها فضلا عن تنسيق المواقف المشتركة في المحافل العربية والدولية. وقال ممثل العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور قيس العزاوي في تصريح خاص به الصباح إن زيارة وزير خارجية الجزائر إلى العراق تدخل في إطار التشاور السياسي وتنسيق المواقف بين البلدين بشأن القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ومن الصباح إلى الزمان ونطالع أبرز ما كتبت لي هذا اليوم. واشنطن ترحب بمنح امتيازات إلى مقاتلي العشائر المحاربة لداعش. أنقرة تدخل على خط التأييد الدولي في مواجهة القاعدة في الأنبار. دخلت أنقرة على خط التأييد الدولي المساند لبغداد في مواجهة تنظيم القاعدة بالأنبار، فيما رحبت واشنطن بمنح مزايا لمقاتلي العشائر المحاربين ضد داعش. فقد أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو دعم بلاده للعمليات الجارية في المحافظة، فيما عرب عن أسف وقلق أنقرة تجاه ما يحدث بمدينتي الرمادي وفلوجة. ونقلت محطة إنتي في الإخبارية التركية عن أوغلو قوله إنه جرى اتصالات بنظيره هوشيار زيباري ورئيس مجلس النواب أسامة نجيفي لمناقشة تطورات المحافظة، مشيرا إلى أن تركيا بطبيعة الحال لا ترغب بأي شكل من الأشكال أن تكون الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة ذات فعالية في العراق أو سوريا. وأكد أوغلو أن تركيا تدعم جهود القوات الحكومية والعشائر لمكافحة القاعدة في هذه المرحلة في العراق خاصة بالمحافظة، مشددا على أن بلاده ستستمر في بذل الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام في العراق. ودعا أوغلو إلى ضرورة اتباع سياسة تتسم بشفافية بأقصى سرعة قبل انتخابات 30 نيسان المقبل بهدف مشاركة الجميع بها. في هذه الأثناء عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول العراق، استمع خلالها إلى إفادة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف حول الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق وتحديدا في الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار. وقال السفير الأردني لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس الشهر الحالي زيد بن رعد للصحفيين إن المجلس قد أجرى محادثات حول خطر الوضع الحالي والتحديات التي تواجه الحكومة العراقية. وأضاف أكدت الدول الأعضاء على رفضهم القاطع لكافة الأعمال الإرهابية الدائرة في العراق، وانخرط المجلس في البحث عن الخيارات المتاحة فيما يتعلق بهذا الملف. نكتفي بهذا القدر من صحيفة الزمان، ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي المشرق. في أعلى المشرق ونطالع فيها معركة ضارية بين القوات الخاصة وعناصر القاعدة. علمت المشرق من مصادر أمنية في الأنبار أن اشتباكات عنيفة جرت أمس الجمعة في إحدى قرى غربي المحافظة بين مقاتلين من القوات الخاصة وعناصر تنظيم القاعدة. وأوضحت المصادر أن قرية الببالي تقع بين مدينتي الفلوجة والرمادي، وأوضح أن الجيش ورجال القبائل المتحالفة معه تحاول استعادة أجزاء من المدينتين بعد أن وقعت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي داعش. وأكد ظاهر الريشاوي المتحدث باسم محافظة الأنبار لمراسل وكالة الأسوشيتد بريس أن قتالا ضاريا جرى أيضا على حافة المنطقة الجنوبية من الرمادي، وبين أن الكثير من عربات الجيش أصيبت نتيجة الانفجار بعبوات مزروعة على جانب الطريق في جميع أنحاء القريبة، ومشيرا إلى وقوع إصابات كبيرة. وقال محلل سياسي في الأسوشيتد بريس إنه لا يتوقع نهاية قريبة للاقتتال، ما يجعل إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر نهاية نيسان موضع قلق للكثيرين. وأيضا في المشرق مطالع فيها تحقيق في قضية بسكويت للتلاميذ. أعلنت لجنة التربية النيابية تقديمها طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية بقضية مادة البسكويت المجهزة لتلاميذ المدارس العراقية. وذكر بيان للجنة أن اللجنة قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية نيابية بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة النيابية للتحقيق بقضية مادة البسكويت الغذائية المجهزة لتلاميذ المدارس على أن تقدم تقريرها خلال 7 أيام. وأضف أن اللجنة أجرت اتصالا مع فوزي رجب توفيق رئيس قسم الصحة المدرسية في وزارة التربية بخصوص هذا الموضوع، وأشار لأن قضية مادة البسكويت الغذائية المجهزة لتلاميذ المدارس العراقية ضمن برنامج الأغذية العالمي وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة قد أثيرت بتاريخ 7 من كانون الأول أو الثاني لعام 2014. ومن المشرق إلى المدى ونطالع فيها قانونية البرلمان، الأمر يحتاج إلى رفع الحصانة أولا ولا نستبعد الاستهداف السياسي. القضاء يدرس حظر السفر على 40 برلمانيا متهمين بالإرهاب وسرقة المال العام.
نفت اللجنة القانونية البرلمانية أمس الجمعة يكون مجلس القضاء يمتلك حق منع أعضاء مجلس النواب من السفر حتى بالنسبة لمن صدرت بحقهم مذكرات برفع الحصانة. وعقل نواب تحدثت لهم المدى إن مجلس القضاء جهة إدارية لافتين إلى ضرورة رفع الحصانة عبر التصويت البرلماني قبل الحديث عن منع النائب الذي يتمتع بكامل الحصانة الدستورية. وفيما تحدث أعضاء اللجنة عن وجود أوامر اعتقال بحق 40 نائبا بتهم الإرهاب وبعض الجنح، لأنهم رجحوا وجود ضغوط حكومية تمارس على مجلس القضاء بغرض الاستهداف السياسي. وفي تصريح للمدى يقول القاضي عبد الستار البرقدار المتحدث باسم المجلس القضاء الأعلى إن هناك طلبا قدم من قبل أحد أعضاء مجلس القضاء حول إمكانية منع النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من السفر، مشيرا إلى أن المجلس ارتأى تشكيل لجان لدراسة الموضوع وفق القانون والدستور. ونكتفي من المدى لننتقل إلى الصباح الجديد ونطالع فيها. مجلس الشيوخ الأمريكي يتراجع عن تحفظاته السابقة، تدريب قوات عراقية في الأردن وتزويد الجيش بطائرات الأباتشي. في وقت أشارت مصادر إخبارية متنوعة إلى أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب قوات النخبة العراقية في الأردن، كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن السماح للإدارة الأمريكية بتزويد العراق بعشر طائرات مروحية من نوع أباتشي. وقالت وكالة رايتر إن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية القيام بتدريب قوات النخبة العراقية في الأردن كواحدة من سبل مساعدتها للحكومة العراقية في معركتها ضد القاعدة التي قامت بحملة في محافظة الأنبار. وأيضا نطالع في الصباح الجديد، نقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي لم تسمه قوله إن الولايات تواصل نقاشها مع العراق بشأن تدريب النخبة العراقية في بلد ثالث، وهو ما سيسمح للولايات المتحدة بتقديم مستوى مقبول من الدعم للعراق ضد المتشددين بعد عدم التوصل إلى أي اتفاق لإبقاء قوات أمريكية. إذن اكتفينا من صحيفة الصباح الجديد من العناوين السياسية. ومشاهدينا الكرام، ننتقل إلى أخبار زاوية فنون وأيضا إعلام لصحف الصادرة لهذا اليوم، وفي العودة إلى صحيفة الصباح ونطالع فيها. الممثلة ساندرا بولوك تحصد 4 جوائز في الدورة 40 لجوائز اختيار الجماهير في أمريكا. واكتسحت بولوك فئات الممثلات السينمائيات اللائي يحظين بشعبية، حيث حصلت على جوائز الممثلة المفضلة دراميا وكوميديا وأفضل ممثلة سينمائية عموما، إلى جانب الممثلة المفضلة في ثنائي مع شريكها بفيلم غرافيتي جاذبية النجم جورج كلوني. إذن مشاهدين، هذا ما جاء في صحيفة الصباح من زاوية أخبار وافن. ننتقل إلى الزمان. في الزمان ونطالع فيها، علماء يتنبؤون ببدء عصر جليدي جديد. موجة البرد في الولايات المتحدة تبعث مخاوف حتى على دب قطبي في شيكاغو. أعلن خبير المحيطات الياباني ماتوتاكا ناكامورا أن الأرض تدخل حاليا عصرا جليديا جديدا. وأضاف الخبير أن درجات الحرارة ستنخفض على الأرض إلى درجة انتشار الغطاء الجليدي وصولا إلى المناطق الاستوائية. ويتوقع نفس السيناريو كثير من العلماء اعتمادا على نتائج متابعة تغير المناخ خلال سنوات طويلة. يذكر أن الأرض شهدت 15 عصرا جليديا استمر كل منها نحو 10,000 سنة، مشيرين إلى أننا نعيش حاليا في نهاية المرحلة الانتقالية بين عصرين جليديين، ومحذرين من ضرورة الاستعداد لبدء عصر جليدي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النظرية لها كثير من المعارضين يرون أن الأرض تواجه اليوم خطر الاحتراق العالمي، فيما لا تزال موجة الصقيع التاريخية تسيطر على القسم الأكبر من الولايات المتحدة وكندا، إلى حد اضطر المسؤولون في حديقة الحيوانات في شيكاغو إلى إدخال الدب القطبي إلى ملجئه لحمايته من البرد. ونكتفي من الزمان لننتقل إلى صحيفة أخرى وهي المشرق. في المشرق، اختيار الأفوكادا سيد الأطعمة الصحية عالميا. الأفوكادو أحد الأكثر الأطعمة الصحية على الإطلاق، وتم اختياره مؤخرا ضمن أكثر 5 أطعمة صحية على مستوى العالم، وذلك بفضل قيمته الغذائية، وكما يحتوي على قدر كبير من الألياف. والمثير أنه ثلث في تصنيفه سواء كان من الفاكهة أو من الخضروات.
وأيضا من المشرق ننتقل إلى المدى ونطالع فيها. في المدى وكتبت لي هذا اليوم في زاوية فنون: كريس جينر تفضل أن تكون وحيدة هذه الأيام. بعد انفصال نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر البالغة من العمر نحو 58 سنة عن زوجها بروس جينر بعد 22 عاما من الزواج، سرعان ما عاشت قصة حب قوية مع بن فراجينك البالغ من العمر نحو 27 سنة. وفوجئ الكثيرون بأن عددا من المواقع الفنية أكدت على رغبة كريس بأن تكون هذه الفترة وحيدة، مبررين ذلك بأنها تريد أن تشعر وكأنها في عمر أبنائها. جانبها لم تظهر كريس جينر لتعلق على ما رددته تلك المواقع لتبين ما إذا كان خبر انفصالهما سيعلن قريبا أم لا. ومن المدى ننتقل إلى الصباح الجديد ونطالع أبرز ما كتبت لهذا اليوم. لإنجابه 3 أطفال الصين تغرم مخرجا سينمائيا بمبلغ $1.2 مليون. فرضت الصين غرامة على المخرج السينمائي الصيني الشهير تشانغ يومو قيمتها نحو 7.5 مليون، أي بما يعادل $1 مليون وأكثر، لإنجابه 3 أطفال في خرق لسياسة البلاد الصاربة التي تقضي بإنجاب طفل واحد. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شيخوا لأنه أثرت العام الماضي تقارير على الإنترنت تفيد بأن تشانغ الذي أبهر العالم بإخراجه حفل افتتاح دورة الألعاب الأوروبية في بكين لعام 2008 وهو أب لسبعة أبناء على الأقل ويمكن أن يكون عرضة لغرامة قدرها 160 مليون يوان أي بما يعادل نحو $26.3 مليون. إذن مشاهدينا انتهينا من مطالعة الصحف لهذا اليوم، ننتقل إلى مجلة زهرة الخليج ونطالع أبرز ما كتبت لهذا اليوم. في مجلة زهرة الخليج: قبيلة كينية تقدم هدية فريدة من نوعها للأمير جورج. ماذا يمكن أن يهدى طفل سيرث يوما ما القصور والقلاع؟ لا داعي للبحث عن جواب، فقد وجد أفراد قبيلة كينية الهدية المناسبة لتهنئته الأمير الصغير بالعمادة، وهي 4 عجول وثور مسمن ومعز. الهدية المميزة لاقت ترحيبا وتقديرا كبيرين من قبل والدي الطفل جورج الأمير ويليام وكيت ميدلتون، لا سيما أن الثور سيتم تربيته في منطقة اليواء التي زارها ويليام وكيت في عام 2010 وقضيا فيها أوقات سعيدة تخللها طلب ويليام يد كيت للزواج. وأفادت مصادر مقربة من القصر البريطاني أنه بعد مباحثات أجريت بين زعماء القبيلة تم الاتفاق على استخدام الثور لتشكيل قطيع ملكي. ومن هذا الخبر مشاهدينا الكرام ننتقل إلى خبر آخر في صحيفة أو في مجلة زهرة الخليج: خمسينية وجذابة. في عصرنا الحالي صار من الخطأ القول أن المرأة تفقد جمالها وحيويتها وجاذبيتها مع بلوغها سن 50، فيما كان يصح في الماضي لم يعد جائزا اليوم، لا سيما أننا بتنا نرى نساء كثيرات في سن 50 وما فوق يبدون أصغر سنا ويتمتعن بحيوية وإشراقة يضاهين من هن في ريعان الشباب، والفضل في ذلك يعود إلى تطور الطب التجميلي وانتشار الوعي الصحي بين النساء التي يحرصن على زيادة أو زيارة عيادة أطباء التجميل بين الفينة والأخرى لإجراء صيانة تجميلية من خلال حقنة البوتوكس من هنا وحقنة فليرز، ومن هناك ناهيك عن ارتياد المواد الرياضية للحفاظ على الرشاقة. يكفي أن تنظروا إلى صور نجماتنا الشهيرات لتتأكدوا بأنفسكم. إذن مشاهدينا الكرام انتهينا من مطالعة سريعة لأبرز ما كتبت بغداد لهذا اليوم وصحفنا الصادرة لهذا اليوم، بالانتقال إلى شاد لكن بعد أن نطالع معا زاوية الكاريكاتير. شكرا لك قصي. مشاهدينا الكرام نشاهد تقرير وكواليس المسلسل المصري المرافعة.
مسلسل المرافعة، مسلسل يرصد تاريخ من 2008 ل 2013. حابين نعمل حالة رصد لدور حضرتك في مسلسل المرافعة. هو شخصية ليس يعني عمل ليس توثيقي، وإنما عمل يتناول مرحلة، هي المرحلة هي مرحلة يعني سياسية، لكن العمل ليس سياسي، العمل هو حقيقة اجتماعي، العمل هو عن عائلة امبراطورية مالية، عائلة تعيش حالة من التفكك والصراع الداخلي، وأيضا تجتمع هذه العائلة لي يعني تكون متكاتفة في وجه الصراعات في السلطة وفي المال وصراعات اجتماعية خارجية. دور حضرتك ايه في المسلسل؟ حابين نعرف اكتر تفاصيل من حضرتك. هو اسمه يوسف شوقي، يوسف شوقي ده من اليساريين يعني، ومالوش اطماع في الحياة بقى، لا يعمل ملايين ولا يعمل مليارات ولا الحاجات المجنونة اللي هي طلعت في العصر ده يعني. هو راضي قوي بحياته في شقته مع بنته، مدام مع سوري مدام مع حق العشاء ومدام مع علبة السجاير، ويبقى خلاص الدنيا وما فيها. لكن هو كاتب وصحفي وله مؤلفاته وله يعني شغله، وبيحضر المرافعة عشان يرصدها وكده، لكن بنكتشف في النهاية انه شاء ام ابى لابد ان يرتبط بهذه العائلة صاحبة المليارات، وده جاي نتيجة ان بنته حبت ابن جمال ابو الوفا. لكن اللي بنشوفه انه ابن جمال ابو الوفا بينجذب ليه هو ولأفكاره ولحياته اكتر ما بينجذب لابوه. بعمل شخصية ياسر مدير مكتب رجل اعمال جمال ابو الوفا، هو الشخصية الرئيسية والمحورية او واحد من الشخصيات الرئيسية في المسلسل، بحكم ان انا شغلي مع الفنان باسم يخور، انا يعني بحكم قربي من شخصيه جمال ابو الوفا، بالتالي كل مشاهدي هتكون مع الفنان السوري باسم يخور اللي بيلعب الدور، وهيبقى برضو في اكيد تعاملات مش هينفع احرقها قوي مع بقيه شخصيات المسلسل. شخصيه ياسر اللي بعملها شريره الى حد كبير، ودي كانت من عناصر الجذب شويه بالنسبه لي. يمكن انا عملت ادوار اكتر شخص طيب، عارفه مهندس ودكتور والنوع ده من الامور، فما بتجيلي فرصه ان انا اقدم حاجه مختلفه زي ما هو الحال في المسلسل ده، سعدت جدا الحقيقه بالفرصه دي، واتمنى ان شاء الله ينتج عنها عمل محترم باذن الله. اللي عجبني في الورق ان هو مكتوب، او دوري خاصه مكتوب بطريقه حلوه قوي. هي بنت اسمها سالي، عايشه في مستوى مادي ضعيف جدا يعني تقريبا منعدم، فهي عندها تطلعات اوفر، هي عايزه تعمل وتسوي، ومامتها اللي هي هياتم لا هي معاها في كده يعني. صراحة اللي عجبني في الشخصيه ان هم شخصيتين بلا مبدا، فبنشوف ان بلا مبدا دول طول المسلسل بيعملوا ايه في العيله اللي هي عيله باسم يخور. هي طالعه سالي اللي هي انا بتحب ابن باسم يخور. المسلسل ده بطوله جماعيه زي ما انت شفتوا، النجوم كتير قوي في المسلسل، كل ادوارهم زي بعض، كلهم ليهم علامات، فانا سعيده قوي بالعمل لانه انا بحب البطولات الجماعيه لانه بيبقى فيها منافسه شويه اكتر، وفيها زي مباراه زي الكوره كده، وكلهم بيلعبوا مع بعض، فكله يباصي الكل وتلاقي فيه حماس اكتر وفي شغل اكتر. فانا مبسوطه بالعمل، مبسوطه بمخرج العمل قوي حازم فودة ان انا بشتغل معاه، مبسوطه بكل الكرو وكل النجوم الموجودين. المرافعه مسلسل سياسي اجتماعي يدور احداثه في عام 2010، يضم نخبه كبيره جدا من النجوم مع مخرج انا اعتقد انه هيبقى من اهم 10 مخرجين في الدراما العربيه بعد هذا العمل. رهنت عليه بس ما كنتش متخيل انه جامد قوي كده يعني، فوجئت بواحد جامد بجد مش بهزر يعني، مش انا لوحدي اللي قلت كده، حتى باسم، ماما كريمه مختار، الناس اللي اشتغلت معانا، احنا بقالنا يومين بنصور، اتخضينا من مستوى التقطيع والمستوى اللي هو عامله. اتمنى ان النجوم الكتير اللي احنا جايبينها في هذا العمل والمخرج الجميل اللي معانا حازم فودة نقدر نوصل للناس ونبقى عند حسن ظنهم من المحيط للخليج. مسلسل مرافع انا عامله فيه دور جليله اللي هي مرات جمال ابو الوفا باسم يخور، ام الولاد، عامله دور جديد يعني عليا، ام الولاد، الزوجه اللي قاعده في البيت، يعني حاجه جديده. انا بعمل الشخصيه الوحيده الكوميديه اللي في المسلسل. المسلسل عباره كله سسبنس، حاجه غامقه يعني. بعمل شخصيه اسمها فتحي صندل المحامي، انا اسف ان اسمه صندل يعني اللي بيتلبس في الرجل، بس هو مسمي نفسه كده لان هو بيلبس صندل على طول، وبيقعد على باب المحكمه غلبان انتهازي، بيورط نفسه في حاجات بس في اطار كوميدي كده لذيذ. فانا بعتبر نفسي بعمل ضيف شرف في كل حلقه كده،
بسمة كده صغيرة برسمها على وجوه الناس، لكن وجوده مهم في المسلسل. يعني هي الزوجة التانية الجمالة أبو الوفا اللي هو باسم يخور، هي ست اسمها نادية، هي ست رومانسية بزيادة وبتحب بزيادة، وشخصيتها يعني مش عايزة طبعا أقول لك الحاجات اللي جوه، ما أقدرش أقول لأن الشخصية تركيبتها غريبة جدا. مشاهدينا الكرام، وصلنا بفقرتنا لفقرة تسولي، من خلالها حتعرفنا فرح الأفضل استخدامات حقن الفيلر لتشجع فرح ويسا صباحك. يسعد صباحكم أحبتي المشاهدين، يسعد صباح الشهر. اليوم موضوعنا راح يكون عن أهم الخطوات قبل حقن الفيلر وخلال حقن الفيلر. دائما نسمع السيدات أنه تحب تغير بشكلها لأسباب متعددة، قد يكون بسبب استخدامها لنوع من أنواع الدايس اللي ممكن بعدها تفقد بعض من الوزن، وحتى ممكن يأثر على بشرتها وعلى وجهها بالذات، وتبدي تقل في مناطق معينة نسبة الكولاجين الموجودة بالبشرة، وتبدي تظهر تجاعيد ممكن تكون تنطينا أكبر من عمرنا. ممكن تكون بسبب تأثيرات الجو وحرارة اللي نتعرض لها لفترات طويلة، تبدي تظهر عندنا حفر، أو ممكن تبدي تظهر ممكن تجاعيد بالبشرة واضحة جدا، قد تبدي خطوط خصوصا حوالين الفم اللي تنطينا خطوط أكبر من عمرنا، وتكون تبين لنا دائما وجه حزين، وجه تعبان وذابل. أيضا ممكن نستخدم الفيلر وهو حقن المادة للجسم بصورة عامة. بعد هذا التقرير راح نتعرف بالبداية، راح نشوف هذا التقرير بعدها نتعرف عن كل تفاصيل الفيلر، مواده، إمكانية حقنه والطرق الصحيحة. حقن التعبئة أو الفيلر هو عبارة عن أنواع مختلفة من المواد الطبيعية والمصنعة والتي تحقن في الجلد أو تحته لغرض التجميل لإخفاء التجاعيد أو ملء المناطق الغائرة في جلد الإنسان، والتي قد تعطي المريض شكل العمر المتقدم أو الإرهاق كالهالة تحت العين، الترميم، وذلك في حالة فقدان جزء من الأنسجة لحادث أو إصابة أو آثار لمشكلة مرضية قديمة كآثار حب الشباب. كما تعتبر أحد الوسائل للحصول على بشرة نضرة، وذلك لإخفائها وحل العيوب والتي قد تخفي تميز طبيعة البشرة، وكذلك لأنها تعطي نعومة وشد وترطيب للمكان الموضوع فيه. من أنواعها فهي منها الدائمة، من أمثلتها تعتبر هذه المواد الأكثر استخداما في السابق، ولكنها الآن قل ما تستخدم، وذلك لظهور المشاكل معها وصعوبة التخلص منها، وشخصيا ننصح بتجنبها والابتعاد عنها. وهنالك منها حقن الدهون، من أمثلتها حمض الهيلارونك الذاتي. هذه المواد هي الأكثر استخداما، وذلك لأنها تعتبر أكثر أمانا من الدائمة ومشاكلها أقل بكثير، ولكل منها ميزاته وعيوبه.
وتكون المواد أما مصنعة أو مستخرجة طبيعيا من الحيوانات. استخدامات الفيلر فيستخدم في حقن التعبئة في أماكن مختلفة في الجلد، وتختلف المادة المفضلة كذلك باختلاف المكان المراد حقنه، ويتم اختيار المادة والكمية المراد حقنها من قبل الطبيب، ويفضل للمريض الاستمرار على نفس نوع الحقن التي حقنها في السابق. نتائج حقن التعبئة فورية، وبإمكان المريض مشاهدة الفرق مباشرة بعد انتهاء الجلسة. وعادة تستخدم هذه الحقن لتعبئة وتعديل مناطق الخدين، الشفاه تحت العين، الأنف، الصدر، الثديين، والأرداف والندبات. رجعنا لكم بعد هذا التقرير. البداية عندنا اتصال من آيات من بغداد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. دكتورة فرح، عافية، أنا أريدك، أنا موج بشرتي. نعم. بشرتي دهنية وبيها كلف وسمار وبيها بسامير روس سوداء. نعم. أريد إذا ما صير زحمة تعطيني علاج على التلفزيون. ممكن، ممكن أيضا تأخذين الرقم من الكنترول حتى أقدر أنطيك مجموعة من العلاجات. أنا هسه راح أنطيك الحل حتى نتخلص من مجموعة من الأمور، لكن أكو أمور ما أقدر أذكرها على التلفزيون لأن هاي أسماء ماركات ممكن تكون موجودة يمك أو ما موجودة. فأنت ابقي ويا الكنترول، تأخذين الرقم، رقمي اللي هو رقمي الخاص، وبعدها ممكن أنا أصلا راح أنطيك على التلفزيون طريقة العلاج. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل الموضوع. الموضوع انه هي عندها مشاكل. اول مشكلة تعاني من عندها آيات قد تكون البشرة الدهنية. البشرة الدهنية هذه مشكلة لازم تتخلص من تراكم الدهون اللي موجودة، لانه راح يسبب لنا حبوب، وبعد الحبوب ممكن تكون الرؤوس السوداء، وبعدها اذا تفاقم الموضوع راح يظهر عندنا آثار للحبوب نتيجة انه ما قدرنا نتخلص من عندها بالشكل الصحيح. فبهذه الحالة لازم نخلص من الدهون نهائيا. عندنا حلول: ننظف بشرتنا بشكل كامل باستخدامنا أنواع من التقشير اللي هو خاص بالبشرة الدهنية حتى نقلل كمية الدهون، ونستخدم ماسكات تقريبا على الأقل مرتين بالأسبوع بالنسبة للماسكات حتى نقلل الدهون. لكن بما أنه الجو بارد فممكن نلجأ إلى التقشير السطحي أو التقشير الخفيف، أو أيضا نلجأ إلى المتوسط، أو نلجأ إلى التقشير اللي هو CO2 ليزر اللي هو أفضل الأنواع اللي راح يقلل كمية الدهون بوجهنا. طبعا نفس الوقت ممكن نستخدم انواع من الادويه اللي تقلل الدهون، لكن بحالات معينه، ما يكون اكو حمل، ما يكون اكو رضاعه، ايضا ما تكون السيده لازم تنتبه انه ما عندها زواج قريب، او الفتاه ما عندها زواج قريب من هذه الامور. ممكن ايضا ننتبه الى الكلف اللي موجود. الكلف اسبابه كثيره، فحتى نخلص من عنده بصوره كامله نبدي وياه باستخدامنا نوع من انواع الكريمات اللي تكون مجموعه من الخلطات الطبيه حسب عمق الكلف. اذا كان عندنا كلف قوي فنستخدم له اقوى انواع التقشير، اذا كان الكلف سطحي فنستخدم مواد اقل. طبعا اذا كان عندنا ايضا الكلف او امكانيه انه نزيله باستخدامنا الليزر فاكيد راح يكون افضل الحلول حتى نخلص من الكلف تدريجيا، لانه هذه التصبغات ممكن تاثر علينا سلبا حتى لو بشرتنا ما يتوحد. بعد ما نستخدمها او نتخلص من عندها نبدا نستخدم كريمات تبيض بشرتنا اللي يكون بيها نسبه عاليه من المواد اللي تساعد على تبييض البشره. نسبه المواد اللي يكون بها الفا هيدرو اسيد اللي هو ماده تساعد على تقشير البشره، هذه راح تساعدنا على ان نتخلص من الكلف وتجدد بشرتنا بصوره كامله. لكن ايضا ما تكون درجه مهمه، ممكن تكون بعض الاحيان درجه 12%، ممكن 3%، ممكن 6% حسب الحاله اللي موجوده عندنا. فاذا بالبدايه لازم نتاكد من المشاكل اللي عندنا، ولهذا طلبت انه تاخذين رقمي وتتصلين بيه حتى اتاكد من هواي امور قبل لا نبدي بالعلاج حتى يكون العلاج بشكل صحيح. اذا كانت هذه الدهون اسبابها
معروفة أو تكون ممكن اختلال هرمونات أو تكون وراثة أو غيرها من الأمور، تعرض للحرارة، ممكن يكون الغسول اللي نستخدمه غسول خاطئ، حتى نقدر نخلص من هذا الموضوع بشكل نهائي. نرجع نكمل موضوعنا بالنسبة إلى الفيلرز وطريقة الحقن. طبعا الأنواع متعددة، دائما نسمع بماركات وأسماء وحتى ممكن نسمع بطرق متعددة لحقن الفيلر، لكن لازم يكون عندنا نظرة واضحة عن الموضوع. الفكرة أنه إحنا إذا عندنا مشكلة بوجهنا وحابين نصغر من عمرنا أو نمني فراغ موجود ببشرتنا، وخصوصا الفراغات اللي ممكن تكون حوالين الفم أو ممكن تكون بالوجنات نفسها أو حتى ممكن بعض الأحيان تكون بالذقن حتى نساوي المستوى بمستوى واحد، أو بعض الأحيان ممكن تكون عندنا آثار لحبوب أو لمشاكل نحب نخفيها باستخدامنا الفيلر. طبعا حتى ممكن نستخدمها بالجسم بمناطق مختلفة حسب الحالة اللي موجودة عندنا، لكن استخداماتها تبقى والنوعيات اللي نستخدمها حسب الحالة. مرات ممكن نستخدمها تحت العين، وأكيد راح نستخدمها بحالة لايت اللي هو خفيف جدا واللي هو راح يكون بنسبة من مواد تساعد على أن تحفز نسبة الكولاجين بالبشرة وتساعد على أنه تنطينا رونق وحيوية أكثر. أيضا بعض الأحيان ممكن يكون علاج لمشكلة كبيرة عند السيدات اللي هي تكون الشفاه، طبعا هذه ايضا مشكله نعاني من عندها او اكثر السيدات يعانون من عندها، ممكن نحلها باستخدامنا للفيلر. ويانا يعني اتصال من ساجده من بغداد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك دكتوره؟ الحمد لله بخير، تفضلي. انا الو، تفضلي. شلونك دكتوره؟ الحمد لله، تفضلي. تفضلي انت معاني، اريد عنوانك، اريد اجي المركز. ابقي انا بالكنترول، تاخذين الرقم والعنوان. عندك اي سؤال او استفسار؟ لا تسلمين، شكرا للاتصال. يعني حتى اعرف اكيد ممكن اكيد صحيح. ابقي انا نعم، ابقي انا بالكنترول، تاخذين الرقم والعنوان حتى تقدرين تتصلين بي وتجين اشوفك، لانه اكيد 100% اي مشكله ممكن تتعرض لها السيده اذا ما نشوفها، او حتى الرجل اذا ما نشوفها بعيننا او نفحصها تحت اجهزه مختصه، اكيد ما راح نشوف الحل النهائي او ننطي الحل الامثل، لانه تبقى هذه حلول ممكن تكون بس على وجهه نظرنا، من وجهه نظرنا احنا، لكن ممكن تكون مشاكل كثيره. ايضا من ضمن الامور اللي نشوفها بالنسبه للفيلر ونستخدمه، بعض الاحيان ممكن تكون السيدات تعاني من شفه صغيره ما متناسقه الشفه العليا مع الشفه السفلى، هذه الحاله لازم نتاكد انه احنا تكون استخدامنا للفيلر ضمن تجميل، وانما مو اكثر من اللازم. كل ما راح نضيف ماده اكثر من اللازم راح تنطينا بشاعه اكثر وحتى شكلنا راح يختلف. ايضا بالنسبه الى الوجنات، نحاول دائما لكل سيده تعاني من وجه ضعيف تبدي تحقن الفيلر بكميات مناسبة حتى توصل إلى فقرة أن الوجه تقريبا يكون بيضاوي، وهذا اللي إحنا حابين نوصل له بشكل واضح، دائما يكون الوجه تقريبا بيضاوي حتى باستخدامنا للميك اب، باستخدامنا لأنواع من الأمور الكثيرة من المواد من الفيلر غيرها. لكن بهاي الحالة نمني الفراغات فقط، عكس البوتوكس اللي هو يكون علاج للتجاعيد اللي تكون حوالين العين تحت العين مباشرة، بعض الأحيان يحتاج إلى أنه ننطي مسافة لأن هذه المنطقة تكون رقيقة جدا وأيضا تكون بها مثل تقريبا الحفر، فنحاول ننطي الفيلر بكميات قليلة وحسب الحاجة، أكيد راح نشوف التغيير بها بصورة سريعة، لكن راح نلاحظ أنه الفيلر يأخذ شكله أو يستقر بشكل كامل خلال أسبوعين. خلال هذه الفترة بعض التعليمات البسيطة خلال اليوم الأول راح تنطي لكل شخص حتى ما يشوف أي مشاكل بعدها، والالتزام أكيد راح نشوف به نتائج أفضل. نحاول خلال فترة وجود الفيلر عندنا ما نتعرض إلى الليزر، لأنه ممكن تكون أي مادة أو أي ليزر موجود عندنا راح يذوب الكمية، أو حتى ما نتعرض إلى الحرارة. يفضل أن نستخدمه في فترة معينة، وأيضا ننتبه إلى الأنواع اللي نستخدمها بصورة عامة. ايضا من ضمن الامور اللي احنا حابين نتاكد من عندها، لازم نتاكد من طريقه الحقن او النوعيات. ممكن نستخدم للخدود نوعيات بها فوليوم اعلى ونحاول نستخدمها تدريجيا. اي سيده ما تحاول تضيف كميات اكبر من اللازم، لازم تضيف كميات اقل حتى تشوف دائما الفرق، وبعدها ممكن تضيف الكميه اللي حابتها. يفضل ان كل سيده
تستخدم المواد هذه، تسجل كل المعلومات عندها، وتستخدم مادة الفيلر تسجل عندها التاريخ، شو كنت تقدر تكرره، هذه الأمور البسيطة حتى تشوف استجابة وجهها لهذا الموضوع. بالنهاية احنا نحب نظهر دعم المظهر جميل لا أقوى، حتى مظهر ينطينا أنوثة أكثر وجاذبية أكثر، وهذا هو طلب كل سيدة وحتى الفتيات مقتبل العمر، حتى ممكن الرجال يحصلون على هذا الموضوع بحقن الفيلر بصورة طبيعية. وصلنا وياكم نهاية فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا يانا. أترككم مع زميلي علي، مع السلامة. شكرا فرح، مستمرين معكم مشاهدينا في تكملة فقرات ومواضيع برنامج يوم جديد. يسرنا أنه نستضيف الدكتور محمد جميل، اختصاص علم النفس، ونتحدث اليوم عن الزوجة الثانية، لكن بعد فاصل قصير. اهلا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، واكيد نرحب بالدكتور محمد جميل. اهلا بك دكتور. اهلا يا مرحبا، حياكم الله. عرفت موضوعنا اليوم، اليوم نتحدث عن الزوجه الثانيه، هل انه الزوجه الثانيه هي انسانه مدلله، وايضا كيف تتحقق السعاده في بيت يضم زوجتين، لكن نتحدث اكثر وندخل في تفاصيل كثيره بخصوص هذا الموضوع بعد ما نروح انا ويا كل مشاهدين الى تقرير بخصوص موضوعنا. خلينا نشاهد هذا التقرير. الزوجة الثانية امرأة تختار أن تعيش مع إنسان لديه تجربة أولى، وقد يكون سبب ذلك ظروف معينة أو باختيارها. وعندما نقول زوجة ثانية يتبادر إلى أذهاننا عائلة لا تخلو من المشاكل. أما في مسألة الزواج بزوجة ثانية، نجد أصوات الرجال تتعالى وتقول إنه شرع الله، فقد أحل للرجل مثنى وثلاثة ورباع، وليس هناك غبار على هذا القول حقا، ولكن البعض يسقط بقية الآية وينسى أن الله وضع شرطا لتعدد الزوجات هو العدل بين الأزواج. قد يكون سبب زواج الرجل من امرأة ثانية لأسباب عديدة، منها بأن الرجل في أغلب الحالات يبحث عن الحب والعاطفة ليشبع رغباته الغريزية التي خلقها الله فيه، وهي في جميع الكائنات الحية، فهو يريد إنسانة تشاركه همومه وأفراحه، لعبه وشقاوته، يريد أن يظل صغيرا بقلبه، يريد امرأة عندما يعود إلى البيت يجد ابتسامة رائعة تضيء له المكان، واهتمام بالمأكل والمشرب، وكثيرا من الأمور التي يفقدها في زوجته الأولى. تابعنا مشاهدينا هذا التقرير بخصوص الزوجة الثانية، وأكيد نعود إلى دكتور محمد جميل ونتحدث أكثر بخصوص موضوع الزوجة الثانية. دكتور، بداية اختيار المرأة أن تكون زوجة ثانية واختيارها لهذا الموقع بالتحديد، هل هو رغبة من المرأة أنه تكون تعيش مع شخص جرب حياة الزوجية، أم هناك أشياء أو أمور دفعتها لأنه تخوض هذه التجربة؟ الحقيقة هناك عدة توجهات لدى كثير من الفتيات. الجانب الأول هو أكثر الفتيات صورا الشاب اللي بعمر صغير غير ناضج وغير متكامل، ولا يمكن أن يحقق لها أمنياتها أو يحقق عائلة متزنة ومتكاملة. الجانب الثاني هناك بعض الضغوطات من الأسر وبعض الظروف اللي تمر بها هذه الأسر ممكن تدفع بالفتاة للخلاص من هذا الواقع المؤلم، وبعض الأشياء اللي محرومة من عندها، فتتجه اتجاه الزواج الثاني للخلاص من هذا الواقع. اليوم احنا في مجتمعنا العراقي بالتحديد نشاهد هناك كثرة حالات الطلاق،
ايضا نسبه خلينا نقول النساء اللي ما من زوجات اصبحت كثيره، هذه الامور دفعت انه بعض الشباب انه يتزوجون زوجة ثانيه، ممكن كانت سبب من اسباب الزواج الثاني؟ احد الاسباب، وهناك اسباب قد تكون يعني حقيقه في بعض الاحيان العلاقات اللي يمر بها الانسان داخل الدائره او المؤسسه اللي يعمل بها تدفع ببعض الشباب لاحتكاك المباشر مع هذه الفتيات بالزواج الثاني، وكذلك بعض الظروف اللي ممكن ان تعرض لها البلد كما في ظروفنا الحالي والظرف اللي مرينا به في فتره الحصار، هناك توجهات يعني برزت على الساحه ودفعت كثير من الشبان الى الزواج بالزواج الثاني لوجود كثير من النساء، وكثير من النساء بدن يوافقا على الزواج الثاني بعدما كان هناك رفض في الفترة السابقة بأنه لا يمكن أن تكون زوجة ثانية، لكن حينما يمر أو تجاوز عمرها الفترة المقبولة للزواج تبدأ بالتنازل عن هذا الطلب وتبدأ في القبول بالزواج الثاني ويكون مسألة طبيعية، وما يمر به البلد حاليا من ظروف الشجع كذلك على قد يكون الزواج الثاني بسبب كثير من الجوانب المتداخلة اللي مر بها العراق بحكم هذه الظروف الدخيلة على المجتمع. إذا دكتور اليوم احنا نتحدث عن الزوجة الثانية، نتحدث عن ظاهرة أصبحت شائعة ومنتشرة في بين شرائح المجتمع العراقي، خصوصا المناطق القرى والأرياف اللي تكون منتشرة أكثر، وأصبحت تقليد في لدى بعض المناطق أنه ضروري أنه يزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة. طيب اليوم لما نتحدث عن الزوجة الثانية يتبادر إلى الذهن أنه هناك مشاكل وعائلة لا تخلو من المشاكل، وارد هذا الشيء؟ بالتأكيد أي زواج هو يكون غير متكافئ، ولا سيما إذا كان الزواج الثاني فيه غيرة مرتفعة من المرأة وهناك بيت ثاني سوف يكون يتطلب من الرجل أن يحقق نوع من التوازن والترابط والتوافق بين البيتين، هناك ضغط سوف يكون على الرجل وعدم قدرته على قد يكون إدارة هذا البيتين، وهناك مشكلة كبيرة قد يعني تخلق له، هناك طلبات كثيرة تبدأ لدى المرأة باب التنافس والغيرة، وبالتالي يصبح الرجل عاجز عن توفير بعض الطلبات المهمة لهذه النساء وما يخلق مشاكل كبيرة، فضل عن وجود الأبناء وعدم قد يكون موافقتهم على زواج أبيهم من هذه المرأة الثانية، وبالتالي تصبح هناك مشاكل إضافية مع أولاده ومع أسرته الأولى، وقد تخلق له يعني نوع من عدم التفهم لهذه الأسرة وعدم الانسجام معها. طيب من خلال حديثك دكتور عرفنا أنه هناك أسباب كثيرة دعت الشاب أنه يزوج زوجة ثانية، وأيضا أسباب أخرى كثيرة دعت أنه المرأة تقبل أنه تكون زوجة ثانية، سواء كانت عن طريق الحب، عن طريق هناك ضغط قد يكون من الأهل، أو خوف دائما خوف المرأة من موضوع العنوسة أنه ما تتزوج، هذا أكيد يسبب مخاوف لدى الفتاة أنه تضطر أنه تتزوج إلى زواج ثاني. خليني نتحدث عن موضوع كيف تحافظ الزوجة الثانية أنه تكون حياتها هادئة وحياة خالية من المشاكل، هل من ضمن الأمور اللي يجب أن تتخذها الفتاة حتى تكون هي زوجة ثانية أنه تأخذ موافقة الزوجة الأولى حتى تعيش هادئة وتكون هناك حالة من الاستقرار العائلي؟ نعم، هناك كثير من النساء اللي يعني حاولوا أن يحافظن على بيتهن ويحافظن على علاقتهن تكون أكثر استقرار وأكثر هدوء من خلال التوافق مع الزوجة الأولى أو إقامة علاقات طيبة مع هذه الزوجة لأجل إدامة استمرارية هذه الحياة واستمرارية هذا الزواج. بدون هذه العلاقات المتفهمة لا يمكن استمرار هذا الزواج، لأن كما تعلم حضرتك ويعلم المشاهدين بأن هناك كثير من حالات الزواج اللي قد انفرضت على الزوجة الأولى تولد مشاكل إذا كانت هناك تجاوز لهذه المرأة، ولا سيما هناك بعض النساء يعني صغيرات العمر يعني عقلية قد تكون عقلية غير ناضجة، بالتالي تصبح هناك يعني علاقة يعني غير متوازنة مع
هذه الأسرة، وتصبح مشاكل كثيرة وتولد يعني علاقات قد تكون غير سليمة مستقبلا. طيب هنا يكون دور الرجل هو الدور الحاسم، هو اللي يساعد على الانسجام بين الزوجتين من خلال خلينا نقول علاقتهم او محاوله ارضاء الطرفين، التعامل بطريقه صحيحه بين الزوجتين، وايضا انه يكون منصف لكلتا الزوجتين. اكيد هو هذا دور الحقيقي، الرجل هو صاحب القرار. الرجل اذا كان هو قادم على هذا المشروع واندفع بالزواج مرة ثانية، فيجب عليها أن يتحمل كل عواقب هذا الزواج بعلاقات المتوازنة، بإرضاء الطرفين، بتوفير مستلزمات المرأة الأولى والثانية. يعني لا يمكن ليكون أسرة ناجحة بدون أن يكون الرجل هو متفهم لهذه العلاقة، لذلك يكون الرجل هو صاحب يعني القرار الناجح في إدامة هذه العلاقة من خلال استخدام أسلوب سياسي في كسب عقل المرأة وكسب هذه المرأة باتجاه اللي يخدم يعني إدامة أسرته ونجاح هذه العلاقة، لأنه سوء التصرف وسوء التقدير في بعض المواقف لكثير من الرجال قد يولد حقيقة سلبيات، وقد يولد عدم استقرار للرجل، وكما نسمع من كثير من المتزوجين بأنه ما مرتاح، وضعه دائما متأزم، لأنه يعني استخدامه أو يعني بعض الأساليب قد تكون غير صحيحة، ويستخدم أو يحاول أن يرضي طرف من دون آخر، الزوجة يرضي الزوجة الثانية على حساب الزوجة الأولى، والعكس صحيح. يعني بعضهم مثلا يتزوج زوجة صغيرة وبالتالي يصبح تواجده أو يعني علاقته أكثر ميولا الى هذه المرأة. طيب صفة المدللة ممكن تطبق على الزوجة الثانية، وموضوع الإهمال وعدم الاهتمام يكون من حليف او من نصيب الزوجة الاولى؟ بالتأكيد، يعني دائما نفهم من كثير من المتزوجون اللي بانه دائما هو يهتم بالزوجة الثانية ويترك الزوجة الاولى، يعني باعتبار هذه الزوجة يعني نوعا ما كبيرة بالعمر و لديها أولاد وأسرة، وهذه المرأة الثانية هي لا زالت صغيرة، وممكن أن يعني حسب ما هو يتصور بأنه يرتاح في هذا البيت ويكون بعيد عن مشاكل الأسرة الأولية وطلبات الأولاد ومشاكلهم، فيحاول أن يعني يخلق أجواء مريحة في هذا البيت ويعطيها اهتمام أكثر من ما يعطي المرأة الأولى. وهناك حالات قد تكون قليلة جدا بأنه من يندم على زواج الثاني بعد أن وجد هذه المرأة قد خلقت مشاكل كثيرة وأرهقته في كثير من طلباتها، وبالتالي يحاول الهروب من هذا الزواج إلى اللجوء إلى المرأة الأولى، ويحاول أن يشكو مشاكله ويعتبرها هي المكان الأكثر يعني يجد نفسه مرتاح، و كثير من يعني أسراره يحاول أن يحكيها في هذا البيت. هو هذا الموضوع بالتحديد كونه موضوع متشعب، لذلك من الصعوبة أنه نجد حلول لكل الأمور. اليوم هناك أسباب كثيرة دعت الرجل أنه يزوج زوجة ثانية، وأيضا أسباب أخرى دعت أنه الفتاة تكون تنتحل هذه الصفة، هي صفة الزوجة الثانية، والبعضها تكون قد تكون حياة زوجية سعيدة، والبعض تكون تلاقي صعوبات وتلاقي خلينا نقول تتمنى انه ما تزوجت انه ولا كانت انه هي الزوجة الثانية. طيب وردت بعض المقالات تتحدث انه زواج الرجل من الزوجة الثانية يصب في مصلحة الزوجة الأولى، انه هذا الابتعاد، يعني ما اعرف انه هذا هو ترضية او محاولة لإقناع الزوجة الأولى انه هي تبقى الأصل. موضوع انه اختياره لزوجه ثانيه وايضا تعايشه مع الزوجه الثانيه يدفع الى انه يشتاق للزوجه الاولى، وبالتالي يعود لها ويحن لها، هذه بنوع من خلينا نقول نوع من المقبوليه او نوع من الصواب. بالتاكيد كثير من حالات الزواج يعني قد تكون غير ناجحه، وبالتالي يعني الزوجه الاولى هي كانت زوجه يعني
ولدت يعني لها اولاد واصبحت هناك اسره متكامله واصبح هناك فتره من يعني مثل ما نسميها العشره الطويله التي يستوجب ان يكون هذا الرجل وفي لهذه العشره ولهذه المراه. واذا كان هناك زواج غير موفق من الزواج الثاني فيشعر بانه هذه المراه هي يعني انظلمت ويعني نوعا ما يعني حاول تجاوزها بالزواج الثاني وبالتالي يعني يحاول ان يرضيها بطريقه او باخرى بانه هو غلط وارتكب يعني خطا في حقها وما مرتاح في هذا الزواج فيحاول يعود الى اسرته الاولى ويحاول ان يقنعهم بانه هو ما مرتاح في هذا الزواج وانتم الاصل وانتم اللي يعني لكم ويحاول ان يوهم هذه الاسره بانه هو اقدم على هذا الزواج لظروف لدوافع معينه ومتندم على هذا الزواج. لكن الحالات قد تكون ليس يعني بالكثيره ولكن نقدر نقول بعضها موجوده ولا الاكثر هو الزواج الثاني هو ما يخلق الانسان من اجواء قد يكون دافع للهروب من الزواج الاول باعتبار الزواج الاول قد يكون غير موفق. طيب دكتور اليوماني دا احاورك على موضوع الزوجة الثانية واني زوجة اولى وعدي ما متزوج. طيب دكتور بصراحة اليوم اغلب الشباب اللي شاهدنا يحب يعرف انه تتحقق السعادة للشاب اللي يزوج زوجتين يكون محقق سعادته لو هي بداية للقلق ودخول بمشاكل عائلية كثيرة. والله حقيقة يعني معظم اللي شفتهم واللي أسمع كلامهم من متزوجين هم ما مرتاحين يعني بحيث دائما يقول أنصحك نصيحة بأنه دير وقت تتزوج الثانية لأنه أنا مريت بها وأنا عشت هذه التجربة. أما اللي قد يتظاهرون بأنهم مرتاحين فهو بالحقيقة غير مرتاح، لكن حاول أن لا يظهر هذه الحقيقة أمام الناس لأنه ما يريد يعني يوصل فكرة للآخرين بأنه هو غلط وارتكب خطأ في هذا الزواج، لأنه هذه طبيعة تكبر الرجال في هذا الموضوع وعدم الاعتراف بالخطأ وظاهر بأنه هو ناجح وزواجه كان موفق. لكن في بعض الحالات خاصة إذا كان هو كان مقرب جدا من هذا الشخص يقول تيد الصدق يعني بأنه زواجي كان غلط وأنا حاليا أعيش في مرحلة جدا قلقة وغير مرتاح. طبعا بعض الأصدقاء مقربين جدا نقلوا لي هذا الكلام بأنه كل من يتزوج الثانية فهو متندم أو غلطان بهذا. دكتور بعض الشباب المتزوجين زوجة واحدة أيضا يتحدث ينصح الشباب الممزوج يقول لا تتزوجون يعني مشكلة. لا هو طبعا الزواج هو استقرار ويعني هو شيء ضروري للشاب انه يتزوج ويستقر، لكن احنا اليوم موضوعنا عن الزوجه الثانيه وتبعاتها خصوصا في المناطق القرى والارياف انه شاهدوا انه يتزوجون اكثر من زوجه. نعم. اكيد لهم اسبابهم. نعم. اليوم يبحثون، البعض يبحث عن الاولاد كثرتهم، البعض يبحث عن امراه تساعده تساعد الزوجه الاولى بالاعتناء بالمنزل سواء كان منزل كبير، يعني اكيد اكو اسباب. نعم. دعت انه الرجل يتزوج زوجه ثانيه. الجميل انه شاهد هناك مثل ما ذكرت انه مقبوليه من قبل بعض النساء انه اوكي توافق على انه يكون هناك زوجه ثانيه. طبعا تختلف المجتمعات باختلاف ثقافه هذه المجتمعات سواء المجتمعات الحضريه او الريفيه. المجتمع الريفي بطبيعه هذا المجتمع هو يعني يحكم طبيعة الزراعة السائدة الموجودة في هذه المجتمعات وما يتطلب زوجة ثانية لزيادة عدد الأولاد والعمل في المزرعة، فضلا عن الاهتمام بهذا الجانب كأنه يفتخر أمام الآخرين بأنه لديه عدد من الأولاد فيتفاخر أمام الآخرين بأنه أصبح عنده عدد ليس بالقليل اعتزازا بالجانب الذكوري لهذه المجتمعات. وهناك كثير من هذه المجتمعات تدفع برجالهم للزواج بالثانية وحتى بالثالثة لطبيعة المجتمع يعني ثقافة المجتمع. يعني كثير من المجتمعات يعني أعرفها معرفة قريب شخصية وقريب من عندهم جدا بأنه يحاولون النساء نفسهم
يعني يخطبون لأزواجهم ويعني هم يعني فرحانين ومستقبلين الموضوع بكل رحابة صدر وبدون أي مشاكل. هذه هيك تفضل يا أسود. يستقبلون الزواج الثاني اكيد دكتور للاسف احنا شارف فقرتنا على الانتهاء وقت فقرتنا. نشكرك جزيل الشكر. اليوم كان موضوعنا شيق عن موضوع الزوجه الثانيه ونتمنى لك الصحه والسلامه والتوفيق في عملك. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا كان حوارنا مع الدكتور محمد جميل اختصاص علم الاجتماع وايضا كان حوار عن الزوجه الثانيه هل هي مدلله. فاصل قصير نكمل فقراتنا. مستمرين معكم مشاهدينا في تكملة فقرات ومواضيع برنامج يوم جديد. الآن إلى جنان فيكتور وفقرة زودياك وعالم الأبراج. لك الجو يا جنان وصباح الخير. صباح الخير علاوي وصباح الخير لكل مشاهدينا الأعزاء. أسبوع جديد وبداية جديدة ويوم جديد وخارقة فلكية جديدة وفقرة أيضا تحمل فيما تحمل من المعلومات اللي تخص يعني نوعا ما اختلاف في الخارطة الفلكية. أهلا وسهلا بكم وبكل متابعينا اللي يحب يساهم ويشارك بالفقرة. نكون سعيدين جدا بمشاركتكم وسماع أصواتكم. هواتف البرنامج أكيد موجودة في أسفل الشاشة. تحبون تتواصلون ويانا أو عن طريق الفيسبوك. إحنا نكون جدا سعيدين بالإجابة وبالتواصل مع بعض. أكيد الخارطة الفلكية هذا اليوم تقول الكثير وهناك اختلاف بها بعد ما كانت تشهد في فترة من الاستقرار قبل بداية شلون نقول السنة الجديدة وتحرك كوكبي. إضافة كان فقط القمر هو اللي ماخذ الجو كله بحيث هو اللي يغير الخارطة الفلكية، لكن هاليوم صار له شريك للقمر وغير الخارطة الفلكية بحيث عندنا تغييرين في مواقع الكواكب في الأبراج. هذا اليوم انتقل كوكب عطارد من برج الجدي إلى برج الدلو. هذا إلى فوائد، يعني فوائد جميلة وجيدة، إضافة إلى ما نقول إنه هذه الفوائد ممكن إنه تخفف من يعني شون التنافر الفلكي اللي دا يسببه وجود كثير من الأبراج في كواكب في برج الجدي وتنافر الكواكب مع بعضها. بس عندي هسه متصلة تنتظر أخذ اتصالها وأرجع أكمل. تفضل يا صابرين. صباح الخير. صباح الخير. هلا حبيبتي كل الهلا. أنت شلونك؟ الله يرضى عليك. تفضلي صابرين. حبيبتي يا هلا كل الهلا بيك. اهلا وسهلا. برج القوس وبرج الجدي مو؟ القوس والجدي شبيهم دولتان. واريد اعرف يعني الالوان المناسبه لاختي يعني هاي السنه. الالوان المناسبه حبيبتي انت اي برج؟ القوس. اي القوس يا اخي تعرف فيها القوس الالوان. ما حاضر حبيبتي. حاضر يعني التوافق ويمكن اعرف اختي برجها الثاني. اختك شنو برجها؟ 2002. اي شهر الثاني 22. شهر الثاني لو الخامس؟ لا شهر
22/2. حاضر حبيبتي تدللين. حاضر صابري. تحياتنا إليك ولأسرتك، أهلا وسهلا بكم وبمتابعتكم. إذن الخارطة الفلكية تقول أنه هذه الفترة الكوكب عطارد انتقل إلى برج الدلو. ومعي سارة من بغداد. تفضلي سارة. يا هلا عيني، هلا ومرحبا، انت شلونك؟ الله يسلمك. تمام سالتك ما انا سالتك في يوم الخميس، بس انت كلها تعدي الكهرباء يا ريت تعرفين التليفون. شنو المعلومات؟ عيدي لي اياها حبيبي. مواليد 92 شهر الثالث 6/6. 6/6/92. 6/6 لو 6/3؟ ايه 6/6. نعم نعم حبيبتي، ايه نعم. حاضر حاضر يا حبيبتي تدللين تدللين يا عمري تدللين. تابعيني مع الفقرة، أحاول أنه أخصص الوقت للكلام عن الخارطة الفلكية والإجابة عن اتصالاتكم. أكيد الوضع الفلكي العام يقول هناك من انتقل كوكب دي يسبب تشنج، فالتشنج هسه شوية راح يقل نوعا ما مع انتقال كوكب عطارد إلى برج الدلو الهوائي، لكن هو راح يخلق تشنج ثاني. هذا الـ 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 الانتقال هو مع كوكب عطارد وكوكب زحل الموجود في برج العقرب، لكن بما أنه كوكب عطارد هو كوكب سريع لكن ممكن أنه يشكل الزاوية، لكن حتى تتشكل الزاوية ويحدث هذا التشنج أتكلم عنه في يعني تتابع إن شاء الله إذا الله انطانا العمر والعافية نتكلم عنه وعن وضعيته. الوضع الفلكي مشجع بأنه التشنج مثل ما قلت لكم دا يخف. نتكلم عن الخارطة الفلكية. مولود هذا اليوم راح تكون خارطة الفلكية كما يلي. أولاً الشمس أكيد ما زالت موجودة وهي بدأت تؤثر على العشرية الثالثة، بدأت تقطع يعني الفترة في برج الجدي. الترابي كوكب عطارد انتقل هذا اليوم من برج الجدي وخفف التأزم الفلكي نوعا ما، وهذا ما راح يستشعر به مجموعة الأبراج المنقلبة انه اليوم شوية راح تكون امورهم ونفسيتهم شوية افضل بانتقالة كوكب عطارد الى برج الدلو وهو مناسب لهم. مولود برج الكوكب الثالث هو الزهرة، ما زال يراوح مكانه في برج الجدي. كوكب المريخ موجود في برج الميزان. كوكب المشتري متراجع في برج السرطان. زحل في العقرب. أورانوس في برج الحمل. نبتون بالحوت وبلوتو بالجدي. القمر وأين هو القمر؟ القمر هل سيشكل تناغماً مع الشمس أم لا؟ هو داخل في خلو مسار ومستعد إلى أن يكون موجود في برج الجوزاء الهوائي. هذا التواجد بنفس الوقت تحرك كوكبي من كوكب عطارد ومن كذلك الدخول إلى القمر إلى أبراج اثنين هوائية، فراح تكون هذه الفترة بالنسبة للأبراج الهوائية جيدة نوعا ما مع الانتقالة. راح يشعر بالنسبة إلى ذلك مولود برج الجوزاء وكذلك مولود برج الميزان ومولود برج الجدي وكذلك الدلو بتطور نوعا ما وخفة لشون نقول لقسم من الضغوط. هناك أمور أو أشياء راح تسرع وتيرتها كل واحد حسب برجه. بالنسبة إلى مولود برج الجوزاء راح يكون يعني أمور السفر والهجرة أو التعامل مع مؤسسة قد تبدو قضائية أو دراسات عليا. الطالب راح يبدي يشعر بأنه كثرة استيعاب، وإضافة إلى ذلك ميكانيكية العقل راح تكون وكهربائيته أقوى، بحيث الطالب راح يقدر يتعامل مع المادة ويهضمها بصورة جيدة. مولود برج الدلو أمور شخصية بالنسبة إليك راح تاخذ فد وتيرة سريعة، أكو فرد شيء ممكن كان يكون متوقف راح تتخذ به قرار وراح تحسمه. على الرغم من أنه بالنسبة إليك مولود برج الدلو ما زالت
مجموعة كواكب موجودة في برج الجدي اللي هو في البيت الأخير، لكن هذا يعني أنه شوية يخف الضغط. أحسن مما أكو أربع كواكب أكو ثلاث كواكب، وتناغم عطارد مع المريخ هذا راح يشكل فد موضوع جيد جدا بالنسبة إلى سير أمور تخص دراسة، وكذلك تخص أمور عاطفية، وكذلك تخص أمور شلون نقول إن شاء الله شخصية بحتة، عرقلة دا تنتظرها أو كانت دت يعني دت تأزم وضعك إن شاء الله راح تنتهي بسرعة، لأنه كوكب عطارد كوكب يمشي الأمور بسرعة أكثر، نظرتنا للأمور راح تكون أكثر موضوعية. هذا بالنسبة للأبراج اللي راح تكون مستفيدة من هذا التواجد الكوكبي، إلا أن هناك أبراج شوية راح تتأثر اللي هم مواليد برج الثور وكذلك مواليد برج الأسد والعقرب. في الأيام الأقل حظاً حينما يكون القمر موجوداً في أماكن مثل هاي الأبراج اللي ذكرتها بالإضافة إلى برج الدلو، فنتمنى أنه تتوخون الحذر، على الرغم من أنه راح يبقى كوكب عطارد لغاية يوم يعني 31 من هذا الشهر 30 راح ينتقل إلى برج الحوت، لكن إن شاء الله نتمنى أنه بمتابعتكم إلي يعني نقول أنه الوضعية إن شاء الله نذكرها حسب تواجد القمر وتأثيرها على الأبراج. وجود القمر في برج الجوزاء يقول لمواليد برج الحوت ومواليد برج القوس ومواليد برج العذراء، هذه الفترة أعزائي القمر هذين اليومين راح يشكل وياكم زاوية 180 وكذلك 90 درجة، فحاولوا قدر الإمكان أنه تحافظون أول شيء على الوضع الصحي، كذلك على الجهاز العصبي، إضافة إلى اتخاذ قرارات سريعة انفعالية قد لا تبدو بفائدة في الوقت الحالي. نعم يمكن الإنسان يقول يحتاج إلا أنه يتخذ قرار، لكن الوقت المناسب لاتخاذ القرار متى يجب أيضاً أن يكون عنده تكتيك حتى ناخذ هذا الموضوع. أكيد أرجع للإجابة على الأخ والأخت صابرين من ميسان تقول هل أن أكو توافق بين القوس والجدي؟ حبيبتي أنت يمكن تعرفين التسلسل للأبراج، يأتي برج القوس ومن ثم يأتي برج الجدي. بالنسبة إلى برج القوس يعتبر برج الجدي بيت المال والأرباح والمواهب والأمور الذاتية، المواهب الذاتية. هو بالنسبة إلى برج القوس يستفاد من برج الجدي، لكن برج الجدي ما يستفاد من برج القوس لأنه يعتبر البيت الأخير، بيت النهاية، بيت المراوحة المكان، بيت الملل. لو نجي ناخذ من بقية الأمور غير ما يعنيه البيان الفلكي، المرأة هي قوس مو الرجل، فلو كان الرجل قوس وكانت المرأة جدي الوضع يختلف، لكن المرأة القوس، المرأة في حكم مجتمعنا الشرقي هي تابعة دائما لسلطة الزوج ويعتبر هو السلطة الأساسية، فنظرتها هي المرأة غير نظرة مولود برج الجدي. مولود برج القوس يسبح في فلك ومولود برج الجدي يسبح في فلك آخر، فلا أرى أن هناك توافق ممكن أنه يخلق فالديمومة لهذه الحياة. أكون جذاب 100% لأنه هذا المغناطيسية هذا شكل وهذا شكل، فالأقطاب المتنافرة دائما الأقطاب المختلفة تجاذب، يعني كتجاذب شكل كتجاذب يعني لأول نظرة ممكن أنه يحدث فتحب عنيف، لكن بالعشرة راح تلاحظون أنه هناك فجوة وهناك تصدع في العلاقة. مولود برج القوس ممكن أنه مثلا يتعامل مع مولود برج الجدي، لكن مولود برج الجدي مصمم على رأيه وما يحاول أنه يغير من طباعه. دائما من خلال دراستنا لمولود برج الجدي دائما يقول أنا ما غلطان،
يعني هذه عدة فد ميزة أنه سواء كان في حال يعني قد يكون في داخل في موضوع الخطأ وغير ما داخل بموضوع الخطأ يقول أنا ما غلطان، أنا ما مقصر بحق أحد، أنا ما غلطان. هذا حقيقة ما يتوافق ويا مولود برج القوس. أنا أعتذر من عندك حبيبتي، يعني أنه المفروض أنه الإنسان لما سبحان الله يمنحها فرصة الحياة أيضا يمنحها فرصة التغيير والتفكير والتجدد في سبيل أنه لا نقع في المحظور. حاولي أنه تفكرين بعمق في هذا الارتباط لأنه مستقبلا قد يتعبك. بالنسبة لألوان مولود برج القوس هذه السنة حبيبتي، ما عندنا ألوان معينة يعني لسنوات معينة، إنما أكو أرقام لسنوات معينة. هذه السنة رقمها 7، لكن ألوانك أنت حبيبتي هو اللون الأزرق، اللون البنفسجي، اللون الرمادي، اللون اللي إحنا نسميه لون الرمان الماروني. الألوان الأخضر والأزرق والأصفر تكون مناسبة بالنسبة إليك جدا. الأخت سارة تقول أني 6/6. بالنسبة إليك حبيبتي أنت مولودة برج الجوزاء الهوائي. مولود برج الجوزاء هذه السنة راح يكون معفي من التأثيرات الفلكية، راح تجي فترات كلش حلوة تبدأ من منتصف هذه السنة، بحيث راح يقدر يطور وضع المالي بشكل أفضل، يا إما عن طريق ارتباط أو يا إما عن طريق دخول في أمور مهنية حلوة. دخول كوكب عطارد جيد جدا بالنسبة لمولود برج الجوزاء في الوقت الحالي، لأنه راح يمشي لموضوع سفر ودراسة، إضافة إلى قبول اجتماعي، فلسفة في جديدة والنظرة جديدة في رؤى الحياة. يعني تحاولون أنه في هذه الفترة شوية تصلحون من وضع صحي كان دا يتعبكم. أنصحك حبيبتي أنت كستة ستة شوية العين والحساد تتأثرين من عندهم، حاولي دائما أن تقرين الأذكار في يوم الخميس، ممكن أنه يساعدك كثيرا في أنه شوية يبعد هالنفس عنك. بالنسبة إلى 22/2 عودة إلى الأخت صابرين، هو مولود برج الحوت. مولود برج الحوت حبيبتي عشريته حلوة وهو كمواليد حلوة، إن شاء الله هذه السنة راح يكون له جانب من الحظ راح يلعب دوره في الحياة. أتمنى لكم الخير والموفقية، شاكرة لكم ولمتابعتكم. أنقل الجو لزميلتي شهودة، إلى اللقاء. شكرا للجنان. مشاهدينا الكرام بهذا الوقت نكون وصلنا لختام حلقتنا لصباح هذا اليوم، نتمنى ان تكون الحلقه نالت اعجابكم. انتظرونا غدا الساعه 9 صباحا بتوقيت بغداد وحلقه جديده من برنامج يوم جديد. اتمنى لكم نهار سعيد والى اللقاء.